طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم عليكم جميعا، ونتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعاء مستجابا إن شاء الله بإذن الله، كما نزل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عننا، بلاء كورونا الذي استفشى. وكل يوم بنسمع في حالات جديدة وفي موتى جداد وكذا، إن شاء الله نزل الله سبحانه وتعالى يرفع البلاء ويغفر للموتى. نحييكم اليوم يا جماعة، ونجيكم على غير المعتاد في ونسة على دروب النجاح. اليوم السبت، نحن عادة بنجي الخميس، لأنه لكن عشان ضيفنا عزيز فاضطرينا نغير الجدولة، لأنه هو كان مسافر. بعد شوية هنعرفكم على الضيف إن شاء الله بإذن الله. ونيابة عن أسرة مبادرة الباحثين السودانيين، يعني نحيي الجميع ونحيي كل أعضائنا الكرام، يعني دائما متفاعلين معنا في صفحة المبادرة والمنصة. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخونا دكتور أنور، دفع الله يعني مريض شوية، فدعواتكم له، إنه دعواتكم له بالصحة والسلامة. الليلة يا جماعة في برنامج ونس على دروب النجاح هنستضيف شخصية متميزة. دائما نحن يا جماعة كل حلقة بنستضيف شخصية متميزة وببعد جديد. الليلة هنستضيف دكتور محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، وهو خبير التعاونيات. يعني في ناس كتار ما شاء الله تبارك الله سمعوا عنه، لكن المفهوم بتاع التعاونيات لسه، يعني نحن عندنا في السودان أخذ أبعاد تانية وأخذ مفاهيم تانية. فإن شاء الله الليلة هنستضيف الدكتور ونبدأ معاه من البداية لحد ما نصل للفكرة بتاعت التعاونيات، وكيف الناس إنه يستفيدوا من التعاونيات. اتفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان كريم علينا كلنا وعلى الشعب السوداني وعلى الإنسانية كلها، وحرية سلام وعدالة والتعاونيات خيار وقرار الشعب. وأولا يعني أحب أنه أصحح، أنا ما دكتور، مستشار، وما أعرف قصة الدكتور دي غايته، وكمان بقى فيها بروف، فأنا مستشار يعني للأمانة العلمية يعني. نعم لأنه هاي، وسعيد جدا بأنه يعني التعاون ياخد حيز وياخد اهتمام، والحيز والاهتمام يعني ماشي متزايد ومتطور، وفي نوع من المحاولة من المواطنين بصورة عامة والمهتمين بصورة خاصة أنه يتعرفوا على المعنى الحقيقي لكلمة التعاون والمفهوم الصحيح لكلمة التعاونية والمعنى الحقيقي للجمعية التعاونية. فدي حاجة يعني تسر الواحد وتعمل دفع قوي جدا أنه الواحد ما يرخي ويجدد يعني عزيمته ومجهوده، وفي أنه يعني يستمر في نشر الوعي والمساهمة مع الآخرين في نشر الوعي بالفكرة التعاونية والتعاونيات وأنواعها وأنشطتها وأهدافها وكيفية سبل تكوينها بالطريق الصحيح. نعم أتمنى أنه يوفق في الزمن الجاي في أنه المزايا دي يعني أتوفق في توضيحها. نعم، شكرا لك كثير يا حضرة المستشار. يعني صراحة نحن يعني سعيدين جدا، وحاولنا انه نستضيفك من فترة طويلة، لكن مشاغلك في السودان ويعني هو في التعاونيات وكده. طيب من البداية دارين نتعرف عليك عن قرب، يعني المنشأ والميلاد والدراسة الابتدائية حضرة المستشار. والله النشأة يعني كان لها دور كبير جدا في تشكيل الوجدان التعاوني والاهتمام بالتنمية وبالريف وبإنسان الريف وبالزراعة، و يعني بكل الناس اللي ممكن تقول المواطنين الغبش. يعني أنا نشأت وتربيت وترعرعت في مدينة الأبيض، وكان لمهنة الوالد الله يرحمه الرحمة الواسعة في هذه الأيام المباركات، هو كان ميكانيكي ما درس، لكنه يعني طور نفسه بنفسه، وكان
المجال بتاع العمل بتاعه في الطواحين والدوانكي اللي هي بالمفهوم الحديث طرمبات المويه، وكان كثير السفر والتنقل في ريف كردفان وحتى ريف دارفور وحتى النيل الأبيض بصورة خاصة، يا إما تركيب أو إصلاح الطواحين والدوانكي. فكنا بنتنقل معاه، وأنا كان بشدني الحياة الاجتماعية وصور التعاون الفطرية بين المواطنين. وحتى لما كبرنا شوية يعني في الثانوي العام، كان بنلقى اليافطات يعني جمعية تعاونية كده، الجمعية التعاونية كده. فالمزهة دي ركزت في العقل الباطن. وبعد امتحنت أنا قريت الثانوي في مدرومان، وفي 75 امتحنت للجامعة ما توفقتها، ويعني ما قدرت أخش البوكسين كان ضعيف، وامتحنت تاني برضو الوالد كان مصير أنه أقرأ الطب، فسافرت أسينا لقراءة الطب. وبعد قبول يعني قبلت في الجامعة لدراسة الطب في أسينا، لكن كانت في مشاكل سياسية بين الاتحاد الاشتراكي والجبهة الوطنية في الوقت ذاك، وحصل في صراع سياسي أنا ما حبيت أخش فيه، ومشيت مصر ودخلت المعهد العالي للتعاون الزراعي ودرست التعاون في المعهد العالي للتعاون الزراعي، وتخرجت في أول 81 آخر 80 سنة 81، اتعينت معيد في قسم التدريب شعبة المناهج والتدريب في المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني. ومن هناك كانت الانطلاقة في مجال التعاون وبالذات في مجال التدريب والتنمية إلى اليوم. ويعني كل أنا اشتغلت لحد 83 84 في المركز القومي، ثم أسست مع آخرين المركز الإقليمي للتنمية والتدريب التعاوني في اللبيض سنة 84، و 87 مسكت الرورال ويمن ديفلوبمنت، المدير بتاع مشروع تنمية المرأة الريفية في اليونيسيف في اللبيض لمدة سنتين وشوية. نعم. وبعدها مشيت مشروع الجزيرة سنة في فبراير 89. طيب معلش، انا حوقفك هنا، لانه طبعا مشروع الجزيره ده انا عندي معاه، يعني انا ابني مشروع الجزيره، يعني اتولدت وتربيت في المشروع، يعني فمشروع الجزيره ده يعني داير نفرد له حيز، لانه يعني انا لما فتشت في الانترنت وكده لقيت انك انت اشتغلت مده بتاعت 4 سنة تقريبا، من 89 لحد 93 في مشروع الجزيره. طيب قبل ما نجل الحته بتاعت مشروع الجزيره دي، حضره المستشار، يعني الدراسه بتاعت التعاونيات ذاتها، يعني ال 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 يعني لانه صراحه يعني تخيل لي في الجامعات عندنا في السودان، ما انا شخصيا ما سمعت بالتخصص ده. نعم. فالدراسه يعني شكلها كيف، وال يعني المناهج المفروض تكون كيف يعني؟ في السودان والله هسه في محاولات، يعني في جامعه نياله في تواصل مع أخونا دكتور حسن بشير في ولاية البحر الأحمر، في دكتور محمد الفاتح محمد عثمان رئيس قسم التعاون الزراعي في جامعة أم درمان الإسلامية، في عدد من المهتمين في الجامعات، في معهد الدراسات المائية جامعة الخرطوم دكتور عبد الحميد، كل الناس دي بتتكلم بنتفاكر في أنه كيف أنه التعاون يكون مادة دراسية ممنهجة في مناهج هذه الجامعات في كليات الاقتصاد والاجتماع وأي كلية عندها علاقة بالتعاون. يعني الموضوع ماشي وحيشهد قريب يعني إن شاء الله أنه عدد من الجامعات تتبنى أنه التعاون يكون كمادة منفصلة، ويكون في بعض مراكز التدريب التابعة للجمعيات، وإتاحة الفرصة يعني للطلبة لأنه يعملوا دبلومات وماستر ديجري وPhD في التعاون. نعم.
طبعا اكيد اكيد، انا يعني حاسس انه موضوع انكم بتكونوا فيه ان شاء الله حيكون ناجح. طيب ليه ما يدرسوها من مراحل يعني مبكره، يعني مثلا في الابتدائي المتوسط الثانوي العالي، ادوا فكره. انا اتذكر كان في الابتدائي قبل كده يعني بحب اهبش واحب اقرا يعني، فجيت في المخزن بتاع المدرسه ففي كتاب بيتكلم عن يعني في الابتدائي بيتكلم عن التعاون، يعني التعاون وإقامة التعاونيات نعم وكده يعني. نعم نعم ايوه، هو نحن في يعني لحد فبراير لما انا كنت في الوزاره عملنا تصور لانه التعاون يكون ماده في من الابتدائي من سنه اولى في الفتره بتاعت الابتدائي والفتره بتاعت العام والفتره بتاعت الثانوي هسه في التكوين الجديد، وعملنا التصور لكن مع الاسف الشديد يعني هو حصلت المسائل المؤسفه بالنسبه ل مدير مركز المناهج والحاجات وقفت، وبرضه انا استغلت في 7 فبراير والوزير السابق مدني هو فيقة بعيد، والان المشاريع دي كلها مع الاسف اتعطلت وما معروف مصير شنو، ولذلك نحن هسه متجهين اتجاه للمجتمع المدني في انه يقوم بدوره، لانه موضوع التعاونيات والتعاون هو ما دور الحكومه فقط، هو دور نعم المجتمع السوداني كله بكل مؤسساته. نعم فالمنهج موجود والماده موجوده، فقط نحن بنحتاج لقرارات، قرارات حكوميه، قرارات سياسيه تضع التعاون اولا في قلب الدستور زيه زي القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع المختلط. التعاون الآن غايب وما موجود وما في عدالة لوجوده بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، يعني حتى في الحكومة، يعني مثلا الرعاية الاجتماعية التعاون ما قل من الرعاية الاجتماعية وزارة، التعاون إدارة صغيرة في وزارة التجارة وما في أي إمكانيات وما في وضع وظيفي، وده الجهاز الحكومي المختص بالتعاونيات وتكوينها وتأسيسها وتنويرها وتدريبها ومراقبتها ومراجعتها وكله، فهو ضعيف جدا ومهمش يعني إلى الآن. وحتى يعني أنه الحكومة نظريا يعني مهتمة بالتعاون، لكن من الناحية العملية ما في، يعني ما في شيء فعلي في الواقع. فدي المزايا، لكن كل الحاجات النظريه موجوده وعلى الستاندر العالمي، نعم فقط ينقصنا في السودان الفعل. طيب و تفضل. نعم طيب يديك العافية. طيب عدم انه الحكومة ما مهتمة بالموضوع، هل انه هم يعني ما متفهمين التعاونيات دي بشكل دقيق، والله يعني فشل في كل يعني فشل حكومة زي ما فشلت في كل الحاجات يعني. والله يا أخي فشل دي كلمة صعبة جدا جدا، لكن ممكن يعني أنا بوضوح شديد أقول لك أنه التعاون ما في أولويات الحكومة بتاعة الفترة الانتقالية الثانية، يعني كان في أولويات الحكومة الأولى وقطع شوط، ويعني وزارة الصناعة والتجارة اللي هي كانت مسؤولة من التعاون في حاجات كثيرة اتعملت، لكن من يعني إرخاصات السلام في جوبا وكده كل الحاجات الخاصة بالتعاون والشغل اللي احنا عملناه وكده وقف، ولما جاءت الحكومة الجديدة الحياة يعني وقفت تماما، بل تراجعت للخلف، يعني تراجعت. ما هو أصل الحياة دي ما فيها ثبات، يا انت طالع فوق يا نازل تحت. نعم فمع الأسف الشديد يعني هسه الوضع بتاع التعاونيات يعني تراجع كبير جدا، ومع الأسف يعني حتى الاتحادات المزيفة اللي كونت الإنغاز بلجان تسيير من منصبي المؤتمر الوطني اللي هم يعني عاشوا فساد في القطاع التعاوني، واللي هم يتحلوا ويتفككوا بقرار من اللجنة العليا بتاعت التفكيك واسترداد الأموال، الآن هم بدوا يتجمعوا وابتدوا يقدموا لأنه يكونوا مؤسسات تعاونية ويكونوا اتحادات
ودي ردة كبيرة جدا، بالإضافة لأنه السيد الوزير وزير التجارة الجديد اللي هو يتبع له إدارة التعاون برضو يعني ما توفق في خطوة أنا أفتكرها ما كانت محسوبة، أن سحب القانون بتاع التعاون 2020 اللي هو كان في اللجنة المشتركة وكان مفروض هسه يصدر، وعمل له لجنة عشان تعيد النظر في القانون، واللجنة الكونة فيها اثنين من اللجنة القديمة والاثنين اعتذروا فيهم رئيس اللجنة القديمة، فدي برضو كانت خطوة يعني ما موفقة. بالإضافة لتعيين مدير للإدارة العامة للتعاونيات ومسجل الجمعيات التعاونية، شخص ما عنده أي علاقة بالتعاون وما عنده أي معرفة بالتعاون. ونحن لما تواجهنا بالموقف ده عملنا مدير مكلف من الناس الموجودين على أساس أنه يعني نتابعه ويكون في نوع من التدريب والصعب، إذا ما لقينا تعاوني مؤهل يكون في زول نأهله عشان يجي يمسك. فدي كلها خطوات عملت ردة كبيرة جدا وخطرة، لأنه في مد كبير جدا من المواطنين تحت في أنهم يكونوا جمعيات تعاونية. نعم. فالمواطنين بيكونوا الجمعيات التعاونية ومكاتب التعاون ما جاهزة، والمسؤولين في مكاتب التعاون في حتات كثيرة يعني قاموا بأخطاء فنية خطرة جدا جدا هتأثر على واقع التكوين بتاع الجمعيات الجاية في المستقبل. فالموضوع عايز يعني حقيقة حركة من المجتمع السوداني كله، حتى إنه الحكومة تدارك بسرعة ما يجري في القطاع التعاوني، ويعني تهتم. نحن قدمنا توصيات واضحة جدا جدا يعني فيما يتعلق بمستقبل الحركة التعاونية وهيكلة الحركة التعاونية، وكيف أنه تعاد لقواعد الحركة التعاونية هيبتها عشان تنتخب ناس يمثلوها عشان يصعدوا لفوق لحد ما يجوا في الاتحاد التعاوني الوطني. طيب ده كلام جميل جدا جدا. احنا طبعا هنا في مبادرة الباحثين يعني بنصنف نفسنا يعني قاعدة برضو من قواعد المجتمع المدني، يعني المنصة بتاعتنا فيها أكثر من 700,000 عضو، فعشان كده احنا بنحاول انه نستضيف الناس يعني اصحاب الخبرة والناس اللي عندهم علاقة بالمواضيع الرئيسية كمواضيع التعاونيات. طيب يا سعادة المستشار، أرجع لك بس أرجعك شوية لمشروع الجزيرة، يعني والفترة بتاعت مشروع الجزيرة أظن أنت اشتغلت فيه خلاص يعني، والمشروع بيلفظ أنفاسه يعني. نعم 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 والله مشروع الجزيرة ده كلامه كثير، ده إلا نحاول أدينا بس أسمع، عايزين بس ذكريات بس. أنا لأنه صراحة يعني ذكريات أنه أصلا أنا لو كنت شغال يعني رئيس قسم ومحاضر وقدمت لي وظائف في الغيط، فأستاذنا الله يرحمه جلال حامد مدير الإدارة الزراعية قال لي أنا بس حأسألك سؤال واحد في دف المعاينة، هو كان رئيس اللجنة. قال لي أنت زول محاضر ومدرب وشغال في مركز ووضعك كبير جدا بخليك تجي تبقى مفتش غيط، عمل مرهق وكده وفي الغيط وكده، يعني شنو أنا مستغرب؟ قلت لي والله أنا حريص أنه أمارس المعرفة اللي لقيتها عمليا واحتك بالمزارعين، لأنه ديل حيضيفوا لي تجربة كبيرة جدا من الواقع في حياتي، ودي أنا بحتاج لها في المستقبل. فالكلام ده يعني كان بالنسبة له عجبه جدا، ودي كان يعني كانت من الحاجات الإيجابية في المعاينة. وفعلا أنه أنا اللي اشتغلت في الغيط سنتين، وبعد ذلك مشيت مساعد رئيس تحرير جريدة الجزيرة، لأنه أنا كنت بكتب يعني كان ملم بالصحافة والكتابة الصحفية بالإضافة للزراعة، فعملت يعني إضافة للجريدة في المجال ده. وكان همي كله أنه وكتبت يعني عملت دراسة ممتازة جدا مع الأسف ضاعت، سميتها مشروع الجزيرة التعاوني، على أساس أنه الزراعة كلها لحد مجلس الإدارة فوق يكون يجي من المزارعين تحت، من مجالس الغرى لمجالس التفاتيش لمجالس الأقسام لحد مجالس الأقسام يمثلوا في الإدارة بنسبة
أن نصنع مع الحكومة، وأن المشروع كله يدار تعاونيا بالقيم والمبادئ التعاونية. وقدمت الدراسة دي، لكن مع الأسف في الوقت ذاك هي كانت مرفوضة تماما وأخفيت. وحتى لما طالبت بالنسخة بتاعتي، أنت عارف الوقت ذاك ما كان في يعني حاجات إلكترونية كده، كان نعم كتب يعني باليد وكده. فمع الأسف يعني ده كان الحلم ولا زال، وساعي بشد أنه يعني بس الحياة كلها عايزة توغيب، أنه مشروع الجزيرة ده ممكن يكون مشروع تعاوني من الألف للياء، نعم وحيعمل تغيير كبير جدا، وحيوفر كثير جدا، وحيخلق يعني يفجر في المزارعين طاقات كبيرة جدا، لأنه حيديهم مش إحساس، حيديهم فعليا الملكية بتاعت المشروع، لأنهم هم الأساس في المشروع، المزارعين، في أنهم هم اللي بيزرعوا، وهم اللي بيحققوا الدخل الأكبر، وهم المستفيدين الأول. ولذلك لما يمتلكوا المشروع عبر الملكية التعاونية، اللي هي ما ملكية الدولة ولا ملكية القطاع الخاص، هي ملكية المزارعين عبر التعاونيات، ده بكون عنده أثر كبير جدا، وده أنا شغال له إن شاء الله. وفي عدد من المختصين برضو في نفس الاتجاه شغالين. نعم، ده كلام جميل جدا جدا. طبعا هي مشروع الجزيرة ده يعني واحدة من أصل، لو ما يعني الحكومة الحالية ولا الحكومة الجاية، أي حكومة لو ما استثمرت مشروع الجزيرة ما هتنجح. يعني ده أنا من نظرتي البسيطة، باعتبار إنه أنا ابن مزارع، ولحد الآن عندنا حواشة بنزرع. يعني في الغيط اشتغلت نعم، وين يا أبو سيار؟ اشتغلت في تفتيش الركن قسم الحبوبة. أيوه تمام. احنا طبعا عندنا نعم لحد الان عندنا حواشه في تفتيش وادي شعير، وزمان قبلها كنا في التحاميد، وبرضه يعني انتقلنا في مشروع الجزيره في كم حته يعني. طيب نجي نعم راجعين للحته بتاعت يعني المفهوم البسيط للتعاونيه. يعني قبل ما، لانه عندك كلمه جميله يعني كاتبها في صفحتك في الفيسبوك، انه نجهز التعاونين قبل التعاونيه. طيب انا بس دارك نعم شويه ابدا لك بالعكس، يعني شنو المفهوم بتاع التعاونيه ذاته؟ اول مفهوم بتاع التعاون لينا نحن الناس البسيطين دي عشان نقدر نفهم الحاجه دي كويس. يعني نعم دك معلش انا قفلتك بالغلط الصوت. ايوه ايوه معلش نعم سوري. لا لا، ما في مشكلة. طبعا اي مفهوم، يعني اي كونسبت يعني انت داير تتناوله، لازم تتناوله يعني من خلال مرجعية. يعني اذا انت هسه بتتكلم عن الاسلام مثلا، عندك المرجعية القرآن والسنة النبوية، نعم ديل الاثنين ما فيهم غلط، يعني آية حديث ثاني ما في طريقة، الرأي بيكون قابل للأخذ والرد. فنحن عندنا المرجعية التعاونية العالمية، هي الحلف التعاوني الدولي، اللي هو الانترناشنال كوبريتيف الاينس، اللي هو التجمع بتاع التعاونيات في العالم كله، اللي هو ده يزيد عن يعني رقم حوالي 3 مليون او 300 مليون من المؤسسات التعاونية المختلفة في العالم، والعضوية بتاعته تقارب المليار ونص، دي العضوية المباشرة، وحوالي 3 مليار أو أكثر دي العضوية الغير مباشرة، وال 300 جمعية الكبيرة الضخمة في الحلف التعاون الدولي، ال تيرن أوفر بتاعها ببليونز. فالحلف ده هو المرجعية. يعني لما تتكلم عن التعاون، لو لقيت أي مقال، أي قراية، أي زول يتكلم عن التعاون، العتيبي هسه بيتكلم عن التعاون، داير تقيس كلامه ده صح، مدى الصحة بتاعته، رجعه للمرجعية العالمية للتعاون. دي حاجة. الحاجة الثانية، احنا في السودان المرجعية بتاعتنا الأساسية اللي هي القانون بتاع التعاون، الإرث والتراث السوداني الفطري التعاوني الفطري، يعني الفزع النفير، الفطور بتاع رمضان، الخطة بتاعت أخواتنا وخالاتنا وعماتنا النساء يعني. فدي المرجعية. دي المرجعية دي مهمة جدا، ومع الأسف يعني في السودان الآن ما يعني عدد كبير من الناس اللي بيتحدثوا عن التعاون وبيدعوا للتعاون،
ما قاعد يرجعوا لها. فالمرجعية دي بتقول شنو؟ بتقول أنه الجمعية التعاونية هي مجموعة من الأشخاص يتحدوا مع بعض لتحقيق أهداف وأغراض لا يستطيعون كأفراد من تحقيقها. يعني هم كأفراد عجزوا عن أنه يحققوا بعض الأهداف المعينة اللي مواجههم كلهم، لكنهم عبر الجمعية التعاونية يستطيعوا تحقيق هذه الأهداف والغايات، وأنه مجموعة هذه الأشخاص التي تتحد مع بعض تعمل بالرضا وباختيارها وفقاً لقانون التعاون ووفقاً للقيم والمبادئ التعاونية، والأسلوب في الإدارة بتاعتها هي الديمقراطية. والديمقراطية في التعاونية بتعني لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم ومهما كان المركز المالي والاقتصادي والاجتماعي والمعرفي وأي شيء، رجل امرأة، يعني كل الفروقات بتصبح التفرقة باسم الدين، الحزب، السياسة، الرجل امرأة، العقيدة، القبيلة، ده كله ما في. فهم بيتحدوا بصفتهم إنسانيين مواطنين تجمعوا الإنسانية، لما يسجلوا الجمعية بعد ذلك بتكون صفتهم أعضاء في الجمعية التعاونية. لذلك لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم، مهما كان مركزه المالي الاقتصادي السياسي أي حاجة، ما دي ما عندها علاقة في الجمعية. الجمعية القيمة بتاعتك كعضو في الجمعية التعاونية مدى مساهمتك لمصلحة المجموعة. فده ببساطة شديدة تعريف الجمعية التعاونية. طيب ده طيب. ده في أنشطة كثيرة، يعني حاجة مهمة برضو أضيفة، التعريف ده الآن ما واضح حتى للناس، لعدد كبير من الناس المسؤولين في الأجهزة الحكومية وحتى في الأجهزة بتاعت التعاون ما واضحة. والتعريف بتاع الجمعية التعاونية طوالي في كل الدورات التدريبية واللقاءات، يعني ميات الدورات واللقاءات ندوات العملنا تعريف الجمعية التعاونية لما نسأل بيكون أنها هي مجموعة من المواطنين عشان يتحصلوا على السلع الاستهلاكية من الحكومة. ولذلك الجمعيات التعاونية هي ما استهلاكية فقط، هي جمعيات موجودة في كل الأنشطة بتاعت الحياة في أي مجال. أي مجال يخطر على بالك الآن في العالم دخلته التعاونيات بنجاح ساحق. وأحب أنه صحيح أنه التعاون الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في السودان، ما يطلق عليها بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، هي حقيقة في معظم جمعيات إعاشة وليست استهلاكية، لأنه أنت بتستهلك ما تمتلكه. والجمعيات التعاونية بتكون في السودان من بعد الإنجليز، يعني الحكومات الوطنية وبالذات في عهد مايو، وبعدها في العهد الديمقراطي وفي عهد الإنغاز بالذات، هي جمعيات للإعاشة. يعني مجموعة بتاعت مواطنين بتكونوا بدون وعي وبدون معرفة، بيمشوا للجهة بتاعت التعاون بتسجلهم، بعد ذلك بيقعدوا يطاردوا في الحكومة، جيب لنا السلع، الوزير المعتمد، الوالي الكده، عشان يجيب السلع رخصوا لنا، ما جبتوا لنا وكده. دي ما جمعية تعاونية، دي ممكن تكون جمعية خيرية. الجمعية التعاونية هي الحل، هي الحل وهي التي تصنع الحلول. لكن كيف دي المواطنين ما عارفيننا، وما في زول قال اليوم بوضوح، وما في جهات اهتمت بالموضوع ده. كان في فترات الأولى لحد بداية الثمانينات كان في مجهود كبير جدا في التوعية والتثقيف والتدريب، لكنه مع الأسف بعد الانتفاضة ابتدأ يتدهور وبلغ قمة السوء والتدهور في عهد الإنغاز. فبيبقى نحن الجمعيات اللي عندنا دي، نحن حاليا الإحصائيات، وانت عارف الوضع الإحصائيات في السودان، بتقول عندنا حوالي 15,000 جمعية. إذا في 15,000 جمعية على حسب الإحصائيات الرسمية اللي بتقال، 15,000 جمعية دي
إذا أنت جيت تقيسها بالمرجعية التعاونية العالمية وبالمرجعية بتاعت القانون، بتلقى أنه الجمعيات البروبر يعني ما يتخطوا الميات. بقية الجمعيات عبارة عن أسماء موجودة في السجل بتاع الجمعيات التعاونية زيها وزي الأسماء بتاع الناس اللي ماتوا وما موجودين وموجودين في سجل الموتى، ما عندها أثر في الواقع. يعني التعاونيات أثرها ضعيف جدا في واقع الناس، لأنها هي تحمل الاسم لكن في الواقع هي ما في، ما يعني المبادئ والقيم التعاونية ما موجودة في الجمعية التعاونية، الديمقراطية ما موجودة، مجلس الإدارة تقريبا بيجي بالتعيين أو بيجي بانتخابات مزيفة، ما في علاقة بين مجلس الإدارة والجمعية أو الجمعية العمومية تحت. مجلس الإدارة مفروض يقعد فترتين ما يزيد من 8 سنين، بيقعد 15-20 في مجالس إدارة، لما التفكيك جاء مجالس إدارات قاعدة 30 سنة. فده الواقع بتاعنا. الواقع ده ما بيتعدل إلا إذا اتحرك المواطن من تحت بوعي. طيب معلش اسمح لي اقاطعك هنا حضرة المستشار. اول حاجه بنرحب بان كل الناس اللي انضموا معنا في الـ في الـ في الزوم والمعانا في الـ في الفيسبوك، يعني نقاش جميل جدا جدا مع حضرة المستشار محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي عن التعاونيات وعن مفهوم التعاونيات. طيب الإشكال الحاصل في التعاونيات في السودان، هل إنه يعني السياسات أصلاً ما موجودة بتاعت التعاونيات، ولا الناس ما يعني ما شغالين بها؟ جميل جداً، ده سؤال كويس جداً. طبعاً نحن عشان نكون منصفين وعلميين ونتكلم بوضوح برضو، لأنه مصلحة الوطن فوق الجميع، فيمكن يعني الكلام بتاعي ده يكون شويه يعني عند بعض الناس يشوفوه حار او ما مقبول او كده، لكن خلينا نتكلم بوضوح يعني. وحتى الكلام بتاعي ده اذا فيه اي مراجعه انا مستعد له واتحمل مسؤوليته تماما. المساله بتاع الواقع التعاوني الان ده سبب كبير جدا فيه الانغاز او العهد البائد، لكن الإخفاقات بتاعته بدت من قانون 1948 العمله الإنجليز. الإنجليز جابوا مستر كامبل من هو خبير تعاوني من الهند، عمل القوانين هناك في الهند وقعد فترة، وجاء عمل قانون 48، والقانون هو كرس لسلطة الجهاز الإداري الحكومي المختص على الحركة التعاونية الشعبية. الحركة التعاونية شعبية بمعنى أنه كونها المواطنين، مفروض تتسم بالحرية والاستقلالية والذاتية بتاعتها، ما تنتهك من أي جهة، ولذلك هي قائمة على قيم، قائمة على قيم المساعدة الذاتية والاعتماد على النفس والتضامن والعدالة والديمقراطية والقيم الأخلاقية الأخرى. ولذلك القانون أدى مساحة كبيرة جداً لمفتش التعاون في أنه يتسلط على الجمعيات التعاونية، وعمل توعية وتدريب كبير جدا للجهاز الحكومي ما واكبوا بنفس المستوى تدريب بالنسبة للقطاع الشعبي اللي هو مكون من الجمعيات والاتحادات. الحكاية دي مشت حتى في العهود الوطنية كلها لحد ما جات الإنغاز. كان في طوالي الحركة التعاونية بتمشي بقدمين، اللي هي الجهاز الحكومي المختص والحركة التعاونية الشعبية في غمة الاتحاد التعاوني القمة. دائما الجهاز الحكومي كان متقدم، يعني عنده تطور نسبي في الوعي لا يتوافر للحركة التعاونية الشعبية، وحصل هنا خلل وحصل تغول. بل في مايو القانون بتاع التعاون عملوه فيه تسلط واضح، يعني مثلا يقول لك يجوز للوزير المختص أن يعين 4 من الناس اللي بيراهم في مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي اللي هو ده جاي بالانتخاب. فإنت كيف بتعين فيه ناس وده جسم شعبي وجاي بالانتخاب؟ وشال برضو 3 من الاتحاد التعاوني القومي، دخلوا الاتحاد الاشتراكي ومجلس الشعبي في الوقت ده، وبقت الاتحادات التعاونية تدار ما بديرة مجلس الإدارة، بديرة موظف من إدارة التعاون منتدب بيبقى المدير، فهو عنده خبرة كبيرة جدا بالقانون وبالإجراءات وبالحاجات، وأخذ تدريب برا وكده، فبالتالي بيكون عنده سطوة على الشعبيين
في النهاية هو أو بعض الشعبيين الممكن يتلاعبوا ممكن يسيطروا على التعاون، وده اللي حصل. ولذلك الحركة التعاونية كانت ضعيفة جدا، يعني هي هياكلة ديمقراطية والناس بيجوا بانتخابات وكده، لكن برضو يعني حصل اختراق من بعض الأحزاب السياسية للجمعيات التعاونية والاتحادات، فلما جاءت الإنقاذ انقضت عليها بسهولة جدا وعملت فيها شغل يعني رديء وسيء جدا، ويعني أخذت كل مجالس الإدارات بتاعت الاتحادات التعاونية وامتلكت وأخذت ممتلكات الحركة التعاونية وعاست فساد غير مسبوق، ويعني دمرت الحركة التعاونية. لولا يعني صمود بعض التعاونيين الشعبيين وبعض الموظفين ومفتشين التعاون في ربوع السودان ودفعوا ثمن كبير جدا في أنهم يقاوموا يعني انتهاكات الإنقاذ، لتبخرت كل ممتلكات الحركة التعاونية، لأنه الحركة التعاونية تمتلك ممتلكات يعني بملايين ملايين الدولارات. فدي الأزمة. لما الإنقاذ جاءت لجنة التعاون، لقت أنه في حركة تعاونية ضد المشروع الحضاري بتاعها، يعني ما بينفع يكون في ديمقراطية، ما بينفع أنه الناس يكونوا مستغلين اقتصاديا، يكون عندهم قرارهم، يكونوا متوحدين، يكون عندهم يعني دور في الحياة العامة وكده. ولذلك كسرت التعاونيات بدعاوي كثيرة جدا، منها أنه التحرير الاقتصادي والعالم ماشي يعني لتحرير الاقتصاد، التعاونيات ما بتنجح وما في تعاونيات، أو أنه التعاونيات دي بتاعت الشيوعيين وكده، ولذلك هي ضد المشروع الحضاري. فده ده الواقع الآن. ما في أي يعني، حتى السياسات اللي اتطرحت على أساس أنه مجلس الوزراء الجيزة والتعديلات اللي اتعملت والمجهودات اللي اتعملت، مجلس الوزراء ما أخذ فيها أي أكشن إلى اليوم. ما في أي حاجة. في كل الحاجات، كل النجاحات اللي تمت دي كانت بمجهودات فردية من السيد الوزير السابق ومن بعض التعاونيين، وأساسا كل النجاح التم في الفترة اللي فاتت دي كان نتيجة لمجموعة من الشابات والشباب الصغار اللي هم كانوا معانا في الوزارة، وهم قاموا بالشغل كله، ودي لسه الآن امتلكوا خبرة ومعرفة كبيرة جدا، وعندهم أفق كبير في أنهم يطوروا البلد ويمشوا لها قدام. لكن مع الأسف الحكومة ما متجاوبة نهائي. يعني نحن طالبنا من شهر مايو 2020 بتعيين 500 أو 600 شاب وشابة في مدخل الخدمة في الدرجة التاسعة، على أساس أنهم يمسكوا الشغل ويمشوا به بالصورة بالستاندر العالمي. ولقينا يعني لقينا سبورت من الاي ال او، من اليو ان دي بي، من كليه التعاون البريطانيه، من جامعه التعاون في الكونغو، من الكوبريتيف انستيتيوت في رواندا، انهم يدخلوا معنا في تدريب هؤلاء الشباب. لكن مع الاسف رغم انه الوزير السابق قدر طلع الميزانيه بتاعت ال 500 وظيفه دي، لكن دخلنا في جرجره زي الجرجره بتاعت الاعتصام ديك، مع لجنة الاختيار، شؤون الخدمة، تمشي لوين تجي لوين لحد اللحظة دي. نعم. طيب، أول حاجة التحية لكل شباب بلادي، والتحية لكل يعني الشباب اللي بيجاهدوا ويعافروا عشان إنه يطلعوا الوطن من الأزمة. أنا صراحة ما عندي أي شك إنه الوطن ده ما حتقوم له قايمة لو ما تقدموه الشباب. فالشباب دي اللي استفيدوا من الخبرات بتاعت ناس مستشار العتيبي، بتاعت ناس كل الناس اللي احنا اللي استضفناهم في ونس على دروب النجاح. الشباب دي بس يستفيدوا من الخبرات بتاعتهم بيمشوا لقدام، لكن صراحة ما في حل غير الشباب. طيب، دي انا في نظري دي إشكالية، لما يكون مثلا احنا عندنا ناس مدربين ومؤهلين، وفي نفس الوقت فوق عندنا البوليسي او السياسات ما مساعدة او ما موجودة. فدي تتحل كيف؟ والله شوف، هو البلد كلها، السودان كله مشاكله مرهونة برفع الوعي.
أصلا التغيير لا يأتي من الأعلى، التغيير يأتي من الأسفل. والشعب السوداني يعني لا تنقص الخبرة والمعرفة بالتغيير، لكن بتنقص المعرفة والوعي بكيفية الاستمرار في التغيير والاستدامة. ودي دائرة الوعي بتاع الشعب السوداني وبالذات الشباب يرتفع، وده كان مفروض يكون دور الأساسي لحكومة الثورة، لكن أخفقت فيه وما قدرت يعني تتواصل مع الشباب، وأنها يعني تدفع بالشباب لميادين المعرفة والعمل. الشباب مستعد للمعرفة، أسألني أنا لفيت ولاية السودان دي كلها، الشابات والشباب مستعدين، وفقط ما عندهم المعرفة لأنه محرومين 30 سنة، وهم قاموا في عهد الإنقاذ، معظمهم واحدين قاموا بعد الإنقاذ بشوية. فديل إذا لقوا برامج لرفع الوعي والمعرفة، المعرفة مش المعلومات، ولقوا تدريب، خلاص بعد ده البلد دي هم هيقدروا يمشوا بيها لقدام، ما في أي شك. لكن الموضوع ده بيمثل خطر لجهات كثيرة جدا، كونه أنه الشباب الصغار دي، الدماء الحارة دي، الوعي الكبير اللي عندهم، المعرفة بالتقنية وبالتكنولوجيا برصفائهم في العالم مشوا كيف وبيعملوا شنو، أنه دي يقودوا البلد ده بمناسبة يعني بيهدد مصالح فئات كثيرة غير الدولة العميرة. خلينا نكون صريحين، نعم، ولذلك عشان كده طبعهم في قدام القيادة العامة يعني. نعم، عشان كده وأنا يعني رأيي قلت بصراحة من بدري جدا، يعني من 2015 وقبلها قلت أنه التعاون تحديدا ما ممكن يستمر ويمشي لقدام بالتعاونيين الموجودين حاليا. ده مش لأنه التعاونيين كعبين ولا ما كويسين ولا فاشلين ولا كده، لأنه الآن الواقع عايز يعني متغيرات كثيرة جدا ما حتتوفر للجيل القديم. يعني هسه نحن اصغر الناس الموجودين في ادارات التعاون 55 60 سنه، فلا يمكن دي يعني دي يعني حتى لو داير تدربهم، حتى لو داير تعمل لهم ابديت، هم ده ما ذنبهم. يعني 30 سنه هم الانقاذ قصدت انها تحطم التعاون وتكسره وتجعله يعني مكان بتاع عقوبه. يعني اذا في موظف غضبانين عليه بنقولوا التعاون، فما في حل غير أن الشباب مش يقودوا التعاون، يقودوا السودان كله. ما عندنا أي فرصة، ودي جاية يعني جاية، ما في أي اثنين ثلاثة، ما في شك. يعني أنا على يقين أنه المستقبل القريب قريب، يعني مش حاجة بعيدة، قريب جدا الشباب ديل حيمتلكوا نواصي الأمور كلها وحيمشوا بالبلد لقدام، لأنه نحن الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلنا، خلينا من كلمة الفشل دي لأنها حارة جدا، لكن نقول حاولنا ومحاولات ما نجحت، فندي الفرصة لديل. ديل عملوا ثورة في تاريخ الإنسانية ما حصلت، ثورة بالسلمية، ما عملوا أي حاجة غير السلمية وعقل جمعي. اتجمع الشباب ديل كلهم، انجمعوا على حاجة واحدة، على التغيير وبالسلمية وعملوا، فكيف ما يقدروا يقودوا البلد؟ نعم ده كلام عجيب جدا جدا. نعم فبتمنى كل الشباب يعني يسمعوا الرسائل التحفيزية والرسائل المهمة دي، ويعني وعليهم مسؤولية كبيرة جدا جدا يعني. الشباب عليهم مسؤولية كبيرة جدا، عشان كده احنا مطالبون انه الواحد يقوي نفسه بسلاح المعرفة وبسلاح العلوم يعني. طيب التدريب وصل لحد وين؟ كلمة لأنه نعم للشباب لو ممكن، اتفضل يعني اتفضل أنا عايز الشباب، الحماس مطلوب ضروري، الحماس ضروري ضروري شديد. ونحن الناس اللي في سننا ده ديل لو ما بنستلهم من الشباب ويعني ناخذ من الطاقة بتاعتهم، ما كان ممكن نستمر لحد هسه. لكن أنا عايز الشباب ينتبهوا لحاجتين عشان الحماس ده يكون فعال في أرض الواقع. انتبهوا أولا حاجة للمسألة بتاعت الوعي والتنظيم مع بعض، يعني لازم يكون في وعي ولازم يكون في تنظيم،
وأنا بعني بالتنظيم ما بالضرورة تنظيم سياسي، لكن تنظيم يتماشى مع الحالة بتاعت الوعي عشان يتفاعل مع الواقع عشان يعمل التغيير. فبنصح الشباب بأنه ينهلوا من المعرفة من مصادرها، يعني إذا في مجموعة بتاع الشابات وشباب عايزين يجتهدوا في المجال بتاع الجمعيات التعاونية وتطويرها وكده، يرجعوا لمصادر الحركة التعاونية العالمية ويدرسوا تاريخ الحركة التعاونية السودانية ويشوفوا قانون التعاون الحالي ويشوفوا القوانين السابقة، حيكون عندهم معرفة عالية جداً وحيقدروا يخلقوا التنظيم اللي به يعملوا به التغيير في مجال التعاونيات وذلك في كل المجالات الأخرى. طيب الكلام ده بيقودنا للحته بتاعت التدريب. ما شاء الله تبارك الله، انا شفت في الصفحه بتاعتك في الفيسبوك، يعني عملت دورات تدريبيه كثيره جدا في الفتره الاخيره، يعني فوصلت وين ودربته يعني، وشكل التدريب ذاته شكله كيف يعني؟ نعم، هو طبعا التدريب ده اصلا ما وقف من سنة 81، يعني لما كنت انا في المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني، وحتى لما مشيت مشروع الجزيرة، وحتى لما فارقت السودان، يعني 5 سنين في مصر انا كنت متعاون، يعني المعهد اللي درست فيه وكنت يعني متعاون مع الإدارة بتاعت المعهد، وكان الله يرحمه دكتور فخري شوشة، وكان خبير في المناهج والتدريب في لايل او في السودان، اشتغلت معه. ولما مشى مصر وانا من 93 مشيت مصر، برضو كنت معه دائما 5 سنين في المعهد، وبعدها برضو يعني ربنا اكرمني بانه مشيت دولتين التعاون فيهم مؤصل، اللي هم هولندا وبريطانيا. فالحاجة دي أنا مستمر فيها يعني من بدري. التدريب تم بمبادرات كلها شعبية، يعني من منظمات مجتمع مدني ومن أفراد ومن حتى جمعيات طلبت التدريب، ولا زال في طلبات كثيرة جدا. والفكرة الأساسية أنه نعمل شبكة بتاع مدربين تعاونيين، والشبكة دي تكون مربوطة بالمنظومة التعاونية العالمية. وأنا عندي اللايسنس، عندي رخصة من كلية التعاون البريطانية بتدريب المنهج بتاعهم، واللي هو ده أحدث منهج في العالم الليلة باللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وده مش في السودان بس، يعني في المغرب وفي تونس في السعودية في مصر في عدد من الدول. والبرنامج ده بيمشي من مستويات بسيطة لحد ما يأهل الناس اللي عنده الرغبة للتدريب بصورة عالمية. والآن نحن يعني مجتهدين، أنا ومعي مجموعة من النصراء للتعاون في المنظمات والتعاونيين القدام، في أنه حنعمل دورات تدريبية تنظيم جهات خارجية زي الـ Cooperative Institute في رواندا، زي الـ University of Cooperative University في الكونغو في كينيا، والـ Cooperative College في بريطانيا. والغرض كله أنه المجتمع يقود الدولة والمجتمع ينهض. يعني ما أنا شخصيا يعني عندي بقى راية بلور أنه الحكومة من الصعب أنها في الظروف اللي احنا عايشينها دي، حتى لحد ما تجي الفترة بتاعت الانتخابات بالصورة دي، من الصعب أنها تقدر تنجز أي إنجاز في مجال التعاون ده إذا ما نزلت بالمستوى بتاع المستوى الحاضر، يعني المكتسبات الحالية للحركة التعاونية ممكن تنزل بها، وممكن تدخل التعاونيات والتعاونيين في إشكاليات أكبر. فالتدريب أصلاً مبرمج، يعني الأخصائي التعاوني المحترف بعد ذاك بيمشي لمدرب تعاوني، وبعد ذاك مدرب تعاوني ممارس، وبعد ذاك مدرب تعاوني محترف، وبعد ذاك مدرب تعاوني عالم. وعندنا الآن يعني عندنا شابات وشباب يعني بلغوا شأوي عالي جداً، يعني بدون مبالغة أنا أقول لك المعرفة اللي عندهم تتفوق على معرفتي بصورة كبيرة.
ليه؟ لأنه امتلكوا مفاتيح المعرفة التعاونية، بيجوا هم اللي بيبحثوا وهم اللي بيشوفوا وهم اللي بيعملوا اتصالاتهم وهم اللي بيبرمجوا وهم اللي بيضعوا تصور لأنه الحركة التعاونية تمشي كيف. في مجموعة بتاع الشباب وضعت برنامج إلكتروني للنظام التعاوني في السودان يشتغل أوفلاين، فده كله كان الطموح أنه الحاجات دي كلها تكون من مكتسبات حكومة الثورة، هي حكومة الثورة تعمل الحاجات دي. ومع الأسف يعني انتظرنا كتير، يعني أنا شخصيا من شهر 5 منتظر الخطوات المفترض أنه يقوم بها مجلس الوزراء في أنه يفعل الحياة اللي نحن عملناها، لكن لحد شهر فبراير 2020 ده أنا يعني قنعت من أنه الحاجة دي تحصل. ويعني الوقت اللي تعطلت فيه أنا خديته يعني ضريبة للشعب السوداني ولا يمثل أي شيء بالنسبة لي أو بالنسبة للتضحية الكبيرة الضحوها الشابات والشباب بدمائهم وأرواحهم. نعم وبرضه الواحد شاعر أنه ما يعني لسه ما في مستوى وعليه دين كبير جدا، نزعة لآخر نفس في أنه نرد للسودان إذا قدرنا. نعم طيب ده كلام جميل جدا جدا. قبل ما نحن بعد شويه يا جماعه هنفتح المداخلات للناس اللي معانا في الزوم وفي الفيسبوك. طيب يا حضره المستشار، انا داير انقلك للتجربه بتاعت هولندا، وما شاء الله يعني في هولندا انا قريت لك يعني عملت انجازات كبيره جدا جدا، ومن ضمن المدن اللي هي اشتغلت تخيلي في مع اوكسفام هولندا في نايميخان تخيلي وفي حتات كثيره جدا يعني. فبس ادينا كده بريف عن التجربة بتاعت هولندا يعني. والله هو طبعا يعني في هولندا انا علاقتي بالتعاونيات وبالرابو بانك والحركه التعاونيه الهولنديه كانت يعني قويه جدا، لكن ما اشتغلت في اي من المجالات التعاونيه لانه في الوقت ده انا كنت بثبت نفسي. فكنت شغال يعني درست ال3 سنين الأولى أو ال4 سنين الأولى كانت اللغة، وعملت يعني بوست جراديوت دبلومة في التنمية الاجتماعية، وكنت شغال في نفس الوقت مع منظمة بتاعت هجرة ولاجئين اللي هي بتعمل ريسيتلمنت للناس النيو كومر، الناس اللي بيجوا جداد في هولندا. لكن علاقتي بالتعاونيات كانت قوية جدا، وكنت يعني لصيق جدا بكل أنماط التعاونيات الموجودة، وهي 90% منها زراعية إنتاجية تحتكر معظم الإنتاج الزراعي. والرابو بنك هو بنك المزارعين أو الفلاحين التعاوني، وده أكبر بنك من أكبر البنوك في العالم. ولما حصلت الهزة الاقتصادية العقارية العالمية البنك ما تأثر نهائي وما يحتاج ياخذ أي دعم من الدولة عكس البنوك الأخرى، لأنه كانوا بيمتلكوه يعني مئات الآلاف من المزارعين اللي هم الهولنديين. ونفس نفس التجربة برضو في يعني تقريبا من 2011 بعد هو انفصال الجنوب وكده السودان بقى ما بتقعد، فأنا مشيت دخلت السيستم في بريطانيا، وبرضو دي تحت لي فرصة الالتصاق بالتجربة التعاونية البريطانية بالذات جمعية روتشيلد التعاونية اللي هي أول تجربة تعاونية ناجحة في العالم نعم 1843. والمسألة دي برضو فتحت لي أبواب للحلف التعاوني الدولي وخلقت لي علاقات قوية جداً على مستوى رئيس الحلف التعاوني الدولي وكبار التعاونيين في العالم والمفكرين التعاونيين، وديل كلهم والأفارقة بالذات يعني أخوان الأفارقة في كينيا في أوغندا في بوتسوانا في الكونغو في رواندا، ديل كلهم مستعدين ليقدموا كل التجربة والخبرة بتاعتهم للتعاونيات السودانية. فأنا حريص أنه يكون في نماذج تعاونية بايلوت نقدمها للعالم برا، عشان هي ذاتها تعكس الفائدة اللي جوا هنا والناس اللي جوا هنا يشوفوا الفائدة اللي حصلت دي. وده ده دي الطريقة بتاعت التطور وطريقة الشغل
يعني للتعاونيات، يعني ما من يعني الحاجة بعدها خلاص ما بتجي من الدولة من فوق. طيب الحته بتاعت البنك، انا عرفت عن يعني بنك الرابو اللي هو البنك المزارعين او الفلاحين في هولندا. التجربه دي يعني احنا باعتبار انه بلد زراعي وبلد يعني فيه كل مقومات الزراعه، التجربه دي ممكن تتنقل للسودان، والصعوبه شنو اللي بتواجهها انها تتنقل للسودان؟ الصعوبة أساساً في مسألة الوعي، لأنه الوعي بيخلق القناعات. يعني أنت لما تكون ماشي في الظلمة لأول مرة في حتة أنت ما بتعرفها ما حتقدر تمشي، حتتردد. لما يكون عندك بطارية الحاجة بتكون أسهل، لما يكون كشاف كبير بيكون الموضوع خلاص يسهل لك. وحتى الحاجة دي لو الكهرباء قطعت، هسه انت في بيتكم في السودان لو الكهرباء قطعت في أقصى حتة في الحوش بتقدر تخش أعماق الغرف جوه وتطلع الحاجة الدائرة، لأنه المعرفة بقت في وعيك الداخلي. فالتنفيذ للفكرة التعاونية أساساً مهزوم بمعلومات خاطئة، بتصورات خاطئة عن الجمعية التعاونية، وده كان بالمناسبة مقصود. يعني ده شغل مرتب ومقصود. أصلا الشعب السوداني ده في قوى كثيرة جدا، في مكونات كثيرة جدا قاصدة تجهله وقاصدة تخليه خامل وجاهل ومعتمد على الصدقات ومعتمد على الإعانات ومعتمد على الآخر، مع إنه هو الشعب السوداني تاريخه والكلشر بتاعته عاداته وتقاليده أنه بيعتمد على نفسه ما بيعتمد على الآخرين. ولذلك بالنسبة للتعاونيات، التعاونيات منظومة متكاملة، يعني عندها الإنتاج وعندها الاستهلاك وعندها التمويل وعندها التأمين، كل الخدمات عندها والتسويق. فالموضوع أساساً بيعتمد على الوعي، الوعي بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمسؤولين، الناس اللي بيقودوا الحركة التعاونية في الحكومة أو المسؤولين منها، إذا كان في مجلس الوزراء، إذا كان في الوزارة المختصة، إذا كان مسؤولين في التعاون، المدير والمسجل والمفتشين وغيرهم، محتاجين أنه النسبة بتاعت المعرفة ترتفع لحد كبير. لما ده يحصل الشعب جاهز براو. يعني الحاجات دي يعني هسه المواطنين دي اللي انت زديتهم المعلومات الحقيقية الصحيحة هم بيبدعوا في الحلول. المشكلة أنه أن احنا بنعتقد ان احنا الناس الزينه ديل ان احنا اللي بنجيب الحلول، ده كلام ما صح. ان احنا ما بنجيب الحلول، بيجيب الحل الواطي الجمره، المواطنين الواطين الجمره ديل هم اللي بيجيبوا الحلول. عشان الحل يجي سريع الناس الزينه مفروض يقدموا المعرفه والتقنيه العالميه المتغيره والمسارعه، ده المفروض. اذا ده حصل في مجال التعاون الشعب السوداني حيخلق نموذج تعاوني يدهش العالم زي ما شبابنا وشاباتنا ديل أدهشوا العالم بالثورة. يديك العافية العتيبي يا أخي، أنا أعتذر أنا جيت متأخر شوية. هيثم الكاشف معك العتيبي. يا مرحب مرحب أستاذ هيثم، مرحب بك. يديك الله يبارك فيك. أنا قبل كده والله حضرت لك، كان لايف كان جميل جدا جدا، ربطت ما بين التعاونيات والبزنس موديل بتاعه وما بين مفهوم ريادة الأعمال والسمول بيزنسز وأهميته. طالما نحن بنتكلم عن قطاع الشباب، والشباب زي ما أنت قلت هم القائدين الحراك الآن، وهم الأقدر على التغيير في المفاهيم وفي الحاجات، بس محتاجين شوية زي ما بيقولوا معلومات ومعرفة مننا، الباقي بعد ذاك بنطلقه. فالليلة ممكن يكون معنا ناس جداد ما حضروا الحتة الجزئية بتاعت ربط التعاونيات ببلاد الأعمال والابتكار، فحقيقة لو رجعت لنا ليها شوية كده بتكون نحن نستفيد نحن كلنا. نعم والله دي فعلا دي نقطة مهمة جدا، لأنه أصلا يعني التعاونيات هي بيزنس موديل، هي شركة، لكن الشركة لا تقوم على قيم أو على النمط بتاع الشركات الرأسمالية، هي تقوم على القيم والمبادئ التعاونية. يعني في الشركة الإدارة في الغالب
ودائما بتكون لأصحاب الأموال الكبيرة، هم اللي بيديروا الشغل، لأنه الشركة هي مجموعة بتاع تكوين رأس مال. الجمعية التعاونية هي مجموعة أشخاص، الشركة مجموعة أموال. ولذلك في الشركة الرأي ما ديمقراطي، ما للأغلبية، الرأي لأصحاب اللي بيمتلكوا أسهم أكبر، وده طبيعي لأنهم هم بيديروا المال ده عشان يحققوا أرباح، ده في الغالب. الجمعية التعاونية ما والشركة فيها تفاوت كبير جدا في الأسهم، يعني ممكن إذا الحد الأدنى عشان تبقى عضو في الشركة يعني $1,000، إذا في واحد جاء دفع $100,000 ما حيمنعه، بالعكس المساهمين حيفرحوا لأنه ده حيرفع رأس المال. في الجمعية التعاونية في ليميت، يعني في الحد الأدنى اللي هو ده شرط من شروط العضوية، لكنه بالقوانين ما بزيد من 10% من رأس المال. فبالمعنى ده أنه هي الجمعية التعاونية هي بيزنس موديل، تستخدم أحدث أساليب الإدارة وتستخدم كل الوسائل الممكنة لتحقيق أعلى أرباح ممكنة. لكن الاختلاف وين؟ في التوزيع. في التوزيع هي ما بتوزع الأرباح دي على المساهمين الأسهم زي الشركة مباشرة، وإنما بتوزعها بطريقة فيها إنسانية كبيرة جدا، وفيها برضو مراعاة للأفراد المساهمين. يعني مثلا قانون التعاون بيقول أنه الربح اللي هو اسمه الفائض، أي جمعية تطلع منه 25% ده اسمه الاحتياطي القانوني، وده جاي نتيجة للفلسفة بتاعت التعاونيات من القيم والمبادئ التعاونية بتاعتها. القيم التعاونية بتقول الاعتماد على النفس والجهود الذاتية والاستقلالية، فعشان كده أنت بتخد من العائد اللي بيجيك نسبة احتياطي عشان لما تحتاج ما تلجأ للآخر، طبعاً في الاستغلالية بتاعتك وتضطر تشيل من الآخر ممكن يستغلك. الحاجة الثانية، المبدأ الخامس بيتكلم عن التعليم والتدريب والإعلام والمعلومات، ده عايز قروش. والمبدأ السابع بيتكلم عن تنمية المجتمع، ده مبدأ خلقته التعاونيات من 1843، وبمحض إرادة الأعضاء. فدير الاثنين عايزين قروش، عايزين مال، بالإضافة إلى الاهتمام بالبيئة. فلذلك القانون بتاع التعاون بيقول يجب على كل جمعية تعاونية أنه تطلع من العائد بتاعها 15% للتعليم والتدريب ولتنمية المجتمع والاهتمام بالبيئة. فبالصورة دي الجمعية التعاونية بتكون مميزة بأنه ريادة الأعمال بتاعة الخاصة بالأفراد أو الأفراد القلائل في شركات الفائدة بتاعتها بتكون very limit، محدودة. لكن انت لما تتصور ان الجمعيات التعاونية 100 200 300 500 مزارعين 1000 او اكثر يعملوا جمعية تعاونية بنفس الفهم اللي انا ذكرته، بناء على المرجعية التعاونية العالمية، القيم والمبادئ التعاونية والستاندر العالمي، هي حتشتغل بكفاءة عالية جدا. حتى اذا عندها مشروع مفيد ويتعامل بدراسة جدوى يعني علمية واضحة جدا ويكلف مثلا $100,000 والجمعية دي ما عندها $100,000، ما في أي مشكلة، لأنها هي لما تتكون بالطريقة الصحيحة بتكون في المنظومة التعاونية العالمية، حتلقى شراكة، حتلقى شريك تعاوني يدخل معاه بالمال والجمعية دي وأعضائها بالمشروع، وفي النهاية باتفاق بيناتهم $100,000 دي تضرع تدريجيا 4 سنين 5 سنين، والجمعية هنا تكون يعني انطلقت بموارد، بقى عندها موارد نتيجة للدعم بالمشاركة الجاي نتيجة للمبدأ السادس، التعاون بين التعاونيات، cooperation among cooperatives. فهنا الجمعية التعاونية بتبقى هي فعلا دي ريادة أعمال، دي الريادة. أصل الريادة هي أنك رايد، أنك أنت متقدم، أنك أنت قدام. وبالتالي الآن التعاونيات في العالم هي رائدة. يعني أنت تخيل أنه جمعية تعاونية تكونت ب 28 عضو سنة 1843، موجودة إلى الآن في بريطانيا، تكونت في حي واحد في روشديل، في مدينة في بلدة تاون روشديل في حي
في حته اسمها تودلين. الان الجمعيه دي موجوده في اي حي، في اي قريه، في اي مكان، في اي نشاط من الانشطه في بريطانيا. شوف الاستدامه دي كيف. بعدين امسك، يعني امسك اثيوبيا، امسك رواندا، امسك الدول الافريقيه جنبنا، افريقيا بهنا يعني الجنوب، جنوب الصحراء، ما الشمال. الشمال المغرب نموذج قوي جدا جدا، التعاونيات حققت يعني نجاحات كبيره، والاستدامه الحاجه المدهشه، الاستدامه والتطور، يعني استدامه بتطور وباستيعاب للمتغيرات والتكنولوجيا والتطور معاه وتقديم انجازات اكثر. فعشان كده انا قاعد اقول انه احنا قاعدين نعمل كوبي بيست لتجارب، يعني ما يعني احنا ما دارين نبقى زي بيل جيتس ونبقى زي منو والمنو الفلان اللي عمل وبدا من وين وعمل شنو. احنا ما عايزين كده، احنا عايزين نشتغل شغل جماعي، ودي الحاجة الطبيعية وده الواقع بتاعنا. يعني الشغل الجماعي هو اللي بيطورنا بودينا لقدام. العمل الفردي والنجاحات الفردي دي تبقى على حسب مجهودات الناس والهبة اللي بيديها لهم الله، لكن يكون برضه. وحتى ده يعني الحكومات، يعني هسه الآن أنت إذا دار تعمل عمل خاص، شركة أو تعمل منظمة مجتمع مدني أو تعمل جمعية خيرية أو تعمل نقابة أو تعمل حزب، المعلومات افيلبل متوفرة، يعني بسرعة بتلقى الحكاية دي. داير تعمل جمعية تعاونية حتلص. فعشان كده ما في عدالة من الحكومة من المجتمع في إشاعة المعرفة، المعرفة والوعي بالتعاونيات زي القطاعات الأخرى. في تغييب مقصود للمعرفة في المجال ده وتجهيل، لأنه المواطنين في الأحياء في القرى، المزارعين الحرفيين ربات البيوت، لما يجمعوا القوة النقدية الهائلة الموجودة في أيدي المواطنين تتجمع عبر التعاونيات، يكون في تنظيم ويكون في وعي ويكون في ارتباط بمنظومة عالمية. ده بالمناسبة ده يعني من ناحية بيعمل طفرة هائلة جدا في المجتمع السوداني، ولا محتاجين لأي زول من برا، وبنستغل إمكانياتنا استغلال أمثل. لكن من الناحية الثانية بيعمل ضربة وبيأثر على يعني كثير من الجهات اللي هي بتستغل ولا زالت تستغل الشعب السوداني. لكن الاستغلال ده أمده قريب، قرب. ليه؟ لأنه بذرة الوعي وجزوة الوعي وجزوة الحرية، الشعب السوداني تذوق الحرية بعد 19 ديسمبر 2019، يعني الثورة جعلت السودانيين يتذوقون الحرية. كان عندهم معرفة أو عندهم إلمام بها، لكن الثورة خلتهم يتذوقوا الحرية، وده السبب في أن الثورة لحد الآن مستمرة وجزوتها مستمرة. ممتاز ممتاز يا رمضان العتيبي. دي نقلنا الحته بتاعت انه قبل كده برضه تناولنا الحته دي انا وانت دكتور عتيبي، لكن حابب احس ان اطرحها للناس كامله عشان يكونوا عارفينها، اللي هي يعني لما تكون في تجربه بتاعت التعاونيات ناجحه في السودان، زي ما ذكرت في امكانيه كبيره جدا جدا ان هي تكون في توأمه ما بينها وما بين بعض التعاونيات الموجوده في المحيط الاقليمي في افريقيا والعربي او عالميا، بحيث انه يعني في يعني محتاجين نموذج سوداني احنا نقدمه للدول دي عشان هم يكونوا يعملوا معاه شراكات. ف ايه النصائح اللي ممكن توجهها لحس المجموعه بتاع الشباب اللي هم مقبلين على موضوع عمل تعاوني، امكانيه ان هم عندهم فرص بتاع نجاح كبيره جدا جدا في ان هم يعملوا توأمة مع 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 تعاونيات اخرى او دول اخرى، وحيكون بالنسبه نعم. لنا نموذج مشرف جدا جدا في السودان ان احنا انطلقنا عالميا، نموذج تعاوني سوداني شبابي قدر انه هو ينطلق اقليميا وينطلق كمان عالميا. نعم، ده كلام مهم جدا، وده صدق. انا عدد من المناصرين والمفكرين والتعاونيين والناس المهتمين بالشأن التعاوني، واللي هم وصلوا لقناعة انه التعاونيات من الآليات المهمة جدا في إحداث التغيير المرتقب لسودان جديد. البايلوت، النموذج ده مهم شديد، لأنه محليا في تشويش وفي تشويه للفكرة التعاونية، الحاجتين موجودات. فلما انت يكون عندك نموذج
في كل يعني كل منطقه او كل محليه يكون عندك نموذج نموذجين، انت تستطيع انه كلام النظري الناس اللي بتعمل لهم تريننج توديهم للحته او توجيهم للجمعيه دي وهم يمشوا ويلقوا الحياه اللي في التريننج يلقوها مجسده. فالنصيحه انه اصلا تكوين الجمعيه التعاونيه التاسيس بتاعها بيعتمد اساسا على الاعضاء بصوره اساسيه، ما في اي شك. ليه؟ لانهم هم اللي بيكونوا الجمعيه، هم اللي بيدفعوا راس المال بتاعها، هم اللي بيستفيدوا، هم اللي بيديروها، هم اللي بيراقبوا الجمعيه التعاونيه. دي خصائص من النادر تلقاها في اي تنظيم اخر. طيب دور الاجهزه الحكوميه، دور الاجهزه الحكوميه مفروض تعمل التوعيه والتثقيف والتدريب ثم اجراءات التسجيل ثم المتابعه والمراجعه واعتماد الميزانيه بتاعت الجمعيه. ده الدور بتاع مكاتب التعاون او مسجل الجمعيات التعاونيه، يعني هو دور يعني توعوي تاسيسي ومراقبه ومراجعه. طيب الان الأجهزة التعاونية والحكومة ما قادرة تعمل، يعني ضعيفة جدا جدا في الدور بتاع التوعية والتثقيف والتدريب. طيب ده بدأت أس عدد من المنظمات تقوم بالدور ده، يعني بدأت عدد من المنظمات يعني تنشئ في يعني يكون من البرامج بتاعتها أنه موضوع التعاونيات. الحاجة الثانية أن إحنا الآن في السودان عندنا ما يقارب 350 شاب وشاب ديل يستطيعوا أن يؤسسوا تعاونيات بالطريقة الصحيحة من الناحية المنهجية. بتبقى الإشكالية وين؟ بتبقى الإشكالية لما المواطنين الواعين ديل يمشوا مكتب التعاون. الآن في مضايقات وفي يعني وده طبيعي جدا، أنت بتجيب مواطنين فاهمين وعارفين حاجات كثيرة وأنت بتتقوقع وتتحجر في إجراءات يعني مكتبية وكده ويتضيع عليهم الفرص وبتعطلهم وكده. فالمهم أنه السعي الآن لإيجاد يعني للمساهمة في تكوين جمعيات تعاونية، وتكونت بعض الجمعيات في فاو في خرطوم، في الآن يعني نموذج بيتبلور في سنار في نيالة. فدي يعني أنا بتوقع لحد يعني شهور نهاية السنة دي يكون في عدد من الجمعيات التعاونية نموذج. الجمعيات التعاونية النموذج دي مباشرة الآن في عدد من المنظمات العالمية عايزين يتعاملوا مع جمعيات، لكن لما أنا أقوم أوصي ولا أقول ولا كده إذا ما متأكد 100% الحكاية دي بعدين بتجي علي، يعني بقول لي يا أخي كيف أنت تقول لي دي جمعية ونحن نلقى كده 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 كده. فنحن منتظرين وبنزع بجهد وجد كبير جدا، يعني عدد كبير من التعاونين القدامى وعدد من الشباب والمنظمات وأساتذة الجامعات والمفكرين والصحفيين يعني والدراميين والمسرحيين والفنانين، ديل كلهم الآن المجموعات دي كلها مهتمة بالتعاون وشغالة فيه. فبتوقع أنه تطلع نماذج، النماذج دي لما نربطها بمشروع مشروعين بالخارج، لما نعمل دورة دورتين في الخارج، المسألة دي هتعمل أثر كبير جدا جوا، وأداء تدريجيا بيقدم نماذج للمجتمع، ودي مسألة شاقة ومرهقة لكنها مضمونة. الحاجة دي كلها الواحد كان يعني كان في أمل كبير أنها تتم يعني من قبل الحكومة، وأنه يكون ده إنجاز من إنجازات حكومة الثورة، واللي هو الشغل اللي أنا بديته من يعني 9 ديسمبر 2019، وأنجزنا فيه حاجات كثيرة جدا. القانون بتاع التعاون، هيكلة الحركة التعاونية، وحل مجالس الإدارات بتاعت الاتحادات التعاونية، وحل مجلس الإدارة بتاع المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني، ودربنا عدد من الشباب وخلقنا علاقات قوية جدا مع المنظمات العالمية. لكن الحياة دي كلها من يعني تقريبا من شهر 11 12 2020 ابتدت تقيف وتتراجع.
ما في حل غير انه احنا نخلق نماذج تعاونيه. ممتاز ممتاز. معنا هنا معنا في الفيسبوك احمد داود. احمد داود في الزوم من برضه من الناس الناشطين والله من قطاع الشباب، حابب هو رافع يده، تفضل يا احمد داود. السلام عليكم الحاجه. صراحه يا دكتور محمد يعني او مسات المستشار محمد، انا يعني صراحه الناس اللي في ممكن نقول القابل بين الاجيال الوحيد يقدر يفهمنا في اللايفات منظمه صراحه يا دكتور ياسين، يقدر يعرف انه الواطي الجمره هو اللي بيقدر يجيب الحل الحقيقي. صراحه يعني لمست في كلامك انه في امل، صراحه انا كنت فاقد الامل يعني تماما من جيلكم او الاجيال ممكن نقول الكبيره يعني فوق ال 50 سنه، لانه الفكره بتاعته احنا بقينا صراعنا ما صراع احزاب، صراعنا صراع افكار بقت، يعني هم مهما اختلف افكارهم واحزابهم لا هي نفس الفكره عندهم. يعني زي في البيت كنت اكون قاعد مع الوالد مهما تكلمت معه يعمل في الكلام اللي في راسه في النهايه، فحتى لو كلامك صح تلقاه عنادا فقط، انه هو متربى في جيل زمان الزول الكبير ما بقول له اعمل كده او ما او ما بشاوره اصلا في كل الحياه اللي بيعملها. فعموما جزاك الله خير في بذره الامل اجاتنا احنا كشباب، فاحنا غايه صراحه بدينا شديد يعني الحمد لله بدينا بوتوم تو اب، يعني احنا اصلا نفس الفكره اللي انت بتقولها، فاحنا يعني فوق قنعنا تماما فبدينا من تحت عشان نطلع لفوق. فالبدايه من تحت صعبه شديد لانه الوعي للشباب، الوعي للناس اللي هم فتره تماما وفي كلام كثير. انا اول حاجه انا عندي سؤالين، هو طبعا من كلامك انا سمعت انه الرؤيه بتاعت انه الجمعيه التعاونيه احنا قلنا صراحه فاكر انا صراحه انا فاكره ان هي مسؤوله من المواد التموينيه الكذا مثلا يكون عنده مثلا زي عقار ممكن ايجار، يعني احنا كان عندنا مفهوم لا ضيق صراحه. احنا عندنا في الحي الشعبيه، انا ساكن الشعبيه بحري، عندنا جمعيه تعاونيه وعريقه جدا، يعني انا ممكن اقول قبل ما تولد انا ذاتي جمعيه الجمعيه التعاونيه موجوده وعندها يعني ريسورس، عندها موارد بتاعتها، عندها محلات في السوق وعندها كذا كذا. فصراحه ما شفنا الاوت بوت، يعني ما قادرين نعرف الماسكينها طبعا العقول الماسكاها الفكره بتاعتهم عظيمه جدا يعني صراحه. فانا قلت بس لانه انت قلت الجمعيات التعاونيه هي بزنس موديل للكمباني او هي شركات لكن ممكن نقول غير ربحيه، الفكره بتاعتها ما ربحيه تماما، يعني هي ممكن يكون في ربح لكن غير ربحيه تماما. فانا بس لانه الجمعيات التعاونيه هل هي ممكن تكون لسيرفيسز، قصدي مثلا تكون شغاله شغل ثاني ما عندها دخل ب يعني مواد التموين؟ لان احنا طبعا انا يعني من كلامك فهمت الكلام ده انه ما ضروري يكون شغال في مواد التموينيه او كذا. وقبل دكتور ياسين اشار لمعلومه، هنا الان فكرتنا مثلا تيجي رمضان هتلقى اقول لك التبرعات لرمضان، ما اعرف المواد التموينيه لرمضان، الحقيبه الرمضانيه، الناس بتجود بعد انتهى رمضان تلقى الشغف اللي كان موجود في الشباب او اللي كان الحاجه دي ما تحلت جذريا، انتهت بعد رمضان طوالي، في داون حصل للمجهود، مع انه ده مجموعه من الناس الشعبويين، الشعب بالذات تلمى، هي الفكره بتاعت جمعيه تعاونيه اصلا يعني تلمت، لكن ما في استدامه، لا ما اتخلقت البذره بتاعت انه الناس بعد جو ودفعوا، لانك انت قلت هي الجمعيه التعاونيه هي عباره كولكشن ماني فور يعني الشعب السوداني ذاته انه بيجمع القروش بطريقه معينه، لكن ما في تنظيم كان، التنظيم كان فكرته انه يقضي مثلا 500 وجبه كذا كذا، ما كان في فكره بتاعت انه ممكن لو شال 500 دي بعد السنه الجايه ممكن يكون رمضان كله يكونوا يقدروا يعملوهم براهم. ما كان في الفكره بتاعت الاستدامه بتاعت الجمعيات التعاونيه، ما كان في افكار كثيره. فممكن نتخلق من الجمعيات التعاونيه يعني استقرار واستدامه لكل البروجكت الان شغاله، مثلا عندنا فيضان كل سنه بيخلعنا الفيضان، يعني نكون ما عارفين في سبحان الله في مطر رجات في فيضان جاء واحنا ما عارفينه صراحه. فبرضه ممكن تتخلق جمعيات تعاونيه تستفيد من الووتر بيلدينج كاباسيتي للووتر، يعني تصرفها، تعمل سدود، تحفظ المويه في مناطق تستفيد منها في مناطق او تزرع بها. فممكن هي تكون جمعيه تعاونيه وتستفيد منها زي ما قلت في المجتمع ويستفيد منها يكون في يعني الآلية بتاعت الشباب. احنا ممكن نقول في كوعي لينا احنا استفدنا من المحاضرة دي، احنا عرفنا ان الجمعيات التعاونية في الفكرة بتاعتها ما كان قاعدة في رأسنا، هي
هي الكونسبت بتاع كبير شديد وممكن يغطي المشاكل الحقيقيه في السودان والنيدز بتاعتنا احنا محتاجينها كشباب. فجزاك الله خير ان شاء الله دكتور. صراحه يعني انا سعيد جدا ومستمتع جدا من خلف الكواليس، وشكرا لاستاذ هيثم، شكرا لدكتور ياسين، وشكرا لك دكتور مره ثانيه، وشكرا لك. شكرا 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 لابني احمد. وحقيقه يعني التغيير لازم الشباب يكون عندهم نصيب كبير. يعني احنا عندنا نصيب، لكن النصيب الكبير الشباب. المسألة دي واضحة، يعني احنا برضو عندنا ركوب راس زيكم، لكن ركوب الراس بتاعنا ده ما منطقي، اللي هو بنكون متقوقعين في يعني حاجاتنا القديمة وكده، ولازم نتخلص منها، وهي مسألة صعبة. فانتوا برضو تتحملون شوية، انتوا تتحملون شوية، ونحن نجي عليكم شوية لحد ما الأمر يبقى لأصحاب الأمر. يعني الحاجة الثانية، أنا ما يعني قصدي أنه الجمعية التعاونية ما شركة، لكن هي لما تشبهها بالشركة في معنى أنه يعني مجموعة من الأشخاص يتشارك. دي 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 دي, دي يعني كان القصد، لكن في فرق بين الشركة وبين الجمعية التعاونية. الشركة تتكون بقانون الشركات، والجمعية التعاونية بتتكون بقانون التعاون، والشركة إدارتها تختلف عن الجمعية التعاونية. التوزيع بتاع العائد أو الربح يختلف، لكن هي تشترك مع الشركة في كل المقومات الخاصة باستخدام التقنية والمعرفة والإدارة وكل ما يطور الجمعية ويخليها تحقق أعلى أرباح ممكنة. شكرا لك كثير، ونسمع. يديك العافية عديبي. معانا لوسي من مبادرة الحكم المحلي، في مبادرة اللي هي لهيكلة المحليات وهيكلة الحكم المحلي، فعندها مداخلة، هخليها تقدم مداخلة، ودي حاجة مهمة شديد بعتقد، إنه لأنه لوسي في مبادرة لها علاقة بتوسعة العمل العام في السودان، ينطلق من المحليات ويتهيكل وبعد كده يصل الخرطوم. تفضل يا لوسي. سامعني؟ تفضلي تفضلي. مرحب. الله يسلمك. يا فعلا، حتى بالمناسبة هيثم اليومين دي في المؤتمر بتاع الحكم المحلي، لو عارف، بدت الإعدادات والورشة هتكون يوم 27-28 وحيستمر لمدة شهر. إن شاء الله حيكون المؤتمر الختامي في جون، وإن شاء الله الواحد يقدر يمشي يعني يساهم. وشوية فرحانين إنه شفنا بذرة من المجهودات اللي بذلناها، يعني رأت النور وكده. والحقيقة ما عايزة أطول، لكن زي ما قال هو، نحن محاولين إنه to work from down up، يعني من الحلة نبدأ، الإصلاح يبدأ من الحلة لحد ما يصل الوزير. أنا ما عايز أطول عليكم، لكن الدكتور تحدث عن، أنا أفتكر أسهل منطقة في السودان، يعني حتى لو قارنت بيوروب وأمريكا أي حتة، تنشي فيها جمعية تعاونية السودان، سهل جدا. مين تجيب كلمة تعاون دي؟ يعني إحنا بطبيعتنا يعني أخلاقنا وديننا هيك، فبسرعة جدا بتقدر تنشي جمعية تعاونية، والناس بتكون متحمسة، وكل زول عنده ال اسمه شنو هو، يعني حسنية، كل زول عنده حسنية في الموضوع at the beginning. لكن زي ما قال الدكتور في النهاية، إيش كان الاستدامة، ما إيش كان تكوين جمعيات تعاونية بالمرة، والناس حتى من برا بالساهم ويجي لك الأشياء، بس عندنا مشكلة في الاستدامة. أفتكر عدم الاستدامة بتجي من وين؟ بتجي من السلوك بتاع السودانيين، يعني حبوا الخير وأي شيء، لكن في النهاية ما بيختلفوا. أنا سؤالي، هل ممكن توجد آلية، وأنا ما خبيرة في أنظمة الحكم على فكرة ولا بفهم فيها كثير، الوزارة مثلا تكون تحتيها في شيء، أنا ما أعرف، أنا متأكدة هيثم ممكن تفهمني، زي المكتب بتاع مراجع عام، يعني أنا ما قادر أسمي الآلية شنو، لكن هي كل الجمعيات التعاونية لازم تم عقد معاها، إنه they are under their umbrella، لو فهمت علي،
إذا حصل أي إشكالية هم لازم يرجعوا للإنتيتي دي whatever يعني اسمها شنو، وكده نحن بنضمن إنه في زول كفء وأوير بالقوانين وأوير بطبيعة المنطقة برضو. يعني طبيعة المناطق بتختلف، يعني مثلا لو تقول مروي تقول حتى في الغرب ما فيها كهرباء ما فيها شنو، الـ 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 الأفكار بتختلف والاحتياجات بتختلف. فأنا ما قادرة أسوي الكلام، لكن أنتوا أدرى مني لو وجدنا آلية في النص ما بين الحكومة وما بين الجمعيات التعاونية دي تضمن استدامتها. And you have to go to it، يعني بالجبر بالقانون لما انت طالب انك عضو في الجمعيه دي. انا افتكر ان احنا دائما قاعد نفترض حسن النيه وتسكيب الاجراءات القانونيه اللي هي انت لما تجي وتطوق لسانك عليه في الحله وتقول لي انت وانت انا عم ادلك الورقه بقول لك انت ماضي على هذا القانون. شكرا لك لكم اكشن. طيب استاذه لوسي، السؤال واضح انا بالنسبه لي، ودار أقول لك وأقول للحضور كله أنه الغوفرنس الحوكمة في التعاونيات عريقة وقديمة وقوية ومتطورة ومواكبة لأي بيئة من البيئات. الجهاز اللي أنت تتكلم عنه ده موجود، اللي هي إدارة التعاون، الإدارة العامة للتعاون ومسجل الجمعيات التعاونية، عنده إدارة بتاعت مراجعة وعنده إدارة بتاع التسجيل وعنده إدارة بتاع التوعية وعنده إدارة بتاع التسغيف، ويعني موجودة لكنها ما أبديتت، يعني ما أبديتت. وأكثر من كده ما في في نقص في الكادر البشري، العدد بين الناس الشغالين ذاتهم لا يتناسب إطلاقا مع عدد الجمعيات أو مع الظرف الراهن، والعدد الموجود ما مؤهل التأهيل الستاندر العالمي. دي ما مشكلة الناس في التعاون، دي مشكلة الحكومة. ووضعهم الوظيفي مزري جدا، وضعهم مكاتب الإدارات بتاعت التعاون عبارة عن خرابات، وما عندها إمكانيات، وما عندهم ورق، ما عندهم أي حاجة، ما عندهم ميزانية، وضع بطال جدا جدا. لكن الحاجة النظرية موجودة، ولذلك ما بيقدروا يعملوا حاجة، مش لأنهم هم ناس كعبين، لأنه ما عندهم الإمكانيات. ده بالإضافة لأنه في الفترة بتاعت الإنغاز التعاون زيه زي القطاعات الأخرى دخلوها ناس ما تعاونيين، ناس مسلغين، ناس تابعين للمؤتمر الوطني، ما عندهم أي هم غير أنه يعني المسائل الشخصية والحزبية. فالآلية موجودة لكن عايزة إعادة بناء، وعايزة إعادة هيكلة، وعايزة ربطها بالمنظومة التعاونية العالمية حتى إنها تكون قادرة على المتابعة والتسجيل والمراقبة والمراجعة والتوعية والتسغيف وتقوم بمهامها. هنا لازم الحكومة تخطو خطوة، لازم تعدل الوضع المقلوب ده. ومع الأسف ده يعني حتى المجهودات اللي بذلت في الفترة الأولى الآن تراجعت. الله يديك العافية. طيب في تفضل هيثم. طيب في عندنا معانا ياسمين اللمين، فعندها سؤال بتقول بتتكلم عن فرصة، بتزعل عن فرصة التدريب في الولايات وغلتها مقارنة بالمركز. ده السؤال الأول. والسؤال الثاني بتقول هل في إمكانية لتمليك عدد مقدر من الشباب للمعرفة بحيث يتم تداوله فيما بعد في مناطقهم، يعني زي الترين ده ترينة، يعني تخيل لي ده أنا السؤال بتاع قصدها كده. بالنسبة للولايات أنا شخصياً التوجه بتاعي أكثر حتى في الخرطوم للمارجن للهامش الأطراف، وهذا شغل مش من هسه، ده شغل قديم جدا. يعني أنا مع منظمة المنارة الطوعية اشتغلنا في 10 مناطق خارج الخرطوم في الأطراف، ده الكلام ده في 2010، وقبلها مع مركز الخادم عدلان، وقبلها مع منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة الريفية، تطوير المرأة. فالآن يعني دارفور مثلا عملت فيها أكثر من 10 دورات تدريبية. كسلة قبل 10 يوم كنا أو أسبوع كنت في كسلة، سنار، النيل الأزرق، كل الجهات دي. فالتوجه أصلا هو للمناطق
هل أصلا هي حرمت من التدريب ومن التوعية وحرمت من حاجات تانية كثيرة؟ ليه؟ لأنه المركز استأثر يعني بكثير من الخدمات، بالذات موضوع التدريب. يعني الخرطوم دي يعني حصلت تخمة للناس الموجودين بالدورات التدريبية والورش وكده، ولذلك الاتجاه للخارج دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا شخصيا التركيز بتاعي على التعاونيات الإنتاجية الزراعية في القطاع المطري تحديدا، ده ما إهمال للقطاع المروي، لكن القطاع المروي لاقي تنشن وناس فيه عندهم مكابسة لأنه يلقوا بعض الحقوق بتاعتهم، لكن القطاع المطري مهمل من زمن الإنجليز، ومع الأسف كل الحكومات الجهات الوطنية ما أدت اعتبار كافي للقطاع المطري. فالآن يعني الاتجاه نحو الريف ونحو الولايات من منطلق حرية سلام وعدالة، لأنه ما من العدالة أنه دائما المركز، حتى في الولايات الاتجاه لأنه ما يكون في عواصم الولايات، يعني إلا إذا كان في مرحلة أولى تخلق مثلا تي أو تي، وحتى ديل بيكونوا فيهم من المحليات. فده الاتجاه. في طبعا التدريب الإلكتروني، وفي هو زي الزوم، وفي دي الحاجات دي الشباب ماشيين فيها وقطعوا فيها شوط كبير، وحتظهر يعني ثمراتها في الفترة الجاية. وأنا أفتكر قريب أنتوا حتلقوا ناس يعني مؤهلين تأهيل عالي جدا يعني يتناولوا موضوع التعاون ده وتأسيس الجمعيات التعاونية، لأنه زي ما أنا قلت دي مهمة المجتمع. يعني المكتب بتاع التعاون الآن إذا أنت مشيت له جاهز ونجيض، ما عليه إلا أنه يعمل لك إجراءات التسجيل، اللي هي إجراءات التسجيل حاجة بسيطة جدا، بتجيب كشف بأسماء الناس كلهم، بأساميهم الرباعية، أرقام تلفوناتهم، الرقم الوطني، محل سكنهم، معلومات فورمة بتدوك ليها، بتجيب بيمشي المكتب بتاع التعاون المسجل، بيعمل اجتماع، تختاروا لجنة تمهيدية اللي هي دي بتقوم بأعمال قانونية، تحددوا الأسهم وتجمعوا الأسهم وتحطوها في بنك تختاروا أنتوا على كيفكم، وتجيبوا الإيصال مع مستندات تانية. لما تكتمل الحاجة دي وتعملوا اللائحة الداخلية بتاعتكم، المسجل تاني بيجي راجع في اجتماع عام جمعية عمومية، بتختاروا مجلس الإدارة. مجرد ما اخترتوا مجلس الإدارة دي الجمعية تكونت. فإذا الجمعية تكونت بوعي وبمعرفة، ما محتاجة تاني للحكومة ولا محتاجة لأي زول. بس الزول اللي بيعمل له كنتين في الحلة، ما محتاج للحكومة، كل الحوجة بتاعته أنه لما نمشي يسجل الكنتين ده بيقول له تجيب كده وكده وكده وكده، عمل الحاجات دي بده التسجيل بزاوية شغله. فكان لأنه التعاونيات الحكومات اتبنتها وبقت في أبوة من الحكومة على التعاونيات، هي بقت تتولى أي حاجة، والمواطن بقى خامل زي الطفل الصغير، وكمان مش طفل عادي، صغير عادي يعني بفرفر، طفل صغير كسيح معتمد على أمه ولا على أبوه طول الوقت. ده كان الجمعيات، ده عهد انتهى. والمسألة دي التغيير بتاعها أساسا بيبدأ من تحت، بأنه أصحاب المصلحة يمتلكوا المعرفة المعرفة المعرفة. أصحاب المصلحة ديل أولهم المرأة، وبالذات المرأة المعيلة اللي هي دي موجودة في كل السودان، ثم الشباب الفاقد لمصادر الدخل وما عنده، ويعني دايش ما عارف هو ذاته يعمل شنو، ثم الحرفيين بقطاعاتهم كلهم، المزارعين، الميكانيكية، السباكين، الصناعات الجلدية الغيره. ديل مجرد ما يمتلكوا المعرفة وعندهم هم في مجالهم المهارة وعندهم الدريبات اللي بيعرفوها وعندهم رأس المال، رأس المال بسيط لكن لما يتجمع بيبقى زي السرف، يعني زي تجمع الموية لما تكون بسيطة وتاخذ زمن بتبقى موية كثيرة. ده الخط ده انا كنت اتمنى، وكان الجهد انه الشغل الماشي ده كله كان تقوم به حكومة الثورة، كان ينسب لحكومة الثورة، لكن اهو نحن عايشين في واقع يعني.
فبيبقى هسه منظمات المجتمع المدني والمفكرين والمناصرين والصحفيين والناس اللي ذكرتهم دول كلهم عليهم دور في أنه يتماسكوا يدفعوا بموضوع التعاونيات ده لقدام، لأنه حيحصل، هو حيحصل، حيحصل يعني زي العربية البطارية ضعيفة، لما نلزوها دفرة دفرتين ثلاثة أربعة الخمسة بتقوم، الناس الواقفين يتفرجوا ما أخذوا شرف الدفرة دي، الناس اتدفروا وشمروا عضوا جلابية بتاعتهم ودفروا ديل الأجر جايهم، والعربية انطلقت خلاص دورت وشحنت وتاني ما محتاجة لدفرة. ده الوضع بالضبط. واضح جدا جدا، الله يديك العافيه. طبعا احنا يا جماعه يعني قريب الساعتين ونقاش، والله ما حسيت انا بالوقت والله. فطيب معانا مصطفى، مصطفى ده رافع يده من جبال، فنديك الفرصه يا مصطفى. مصطفى امبابي الزميل. مصطفى امبابي، نعم اتفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يا اخي الليله يعني الواحد سعيد بانه بشوف ساعه المستشار العتيبي، يعني الله يبارك فيه، يعني بننبسط جدا لما نسمعه وهو بيتكلم، لانه من اكثر الناس اللي بيتكلم لنا عن التعاونيات بمؤسسيه وبنظام، يعني وزي ما بيقولوا دائما افكاره مرتبه ودائما بيوصلنا للفهم بصوره واضحه. انا والله حقيقه داير اول حاجه عندي محورين، الاول فيهم هو سؤال موجه لسعاده المستشار. المحور الثاني حيكون هو اكزامبل لجزئيات كبيره بتكلم عنها، اكزامبل واقعي موجود، هحاول اقول الكلام ده سريع جدا. السؤال صراحه السؤال جه في راسي لما في بدايه النقاش الكلام كان عن انه يكون في وضع اكاديمي للتعاونيين، وانه يكون التعاون منهج موجود في المدارس وحتى في الجامعات. طيب هل السودان في الوقت الحالي ده مهيئ لانه انا اعمل كليه او اعمل اي معاهد او كذا اخرج منها تعاونيين؟ لانه الليله لما انا افتح مجال اكاديمي اكيد لازم اكون مهيئ للخريجين بدا انه الفرص الممكن فعلا تبني له مستقبل كويس، الوظائف اللي بتكون منتظراهم وموجوده. فما عارف هل الحاجه دي ممكن تكون نحن نبدا نحضر لها من هسه، ولا هل حاليا ممكن تبقى؟ لانه انا شايف انه دي شويه محتاجه مننا تهيئه لشكل وظيفي لخريجين التعاون. اذا قلنا وممكن نحن مبدئيا نتكلم عن انه والله يا اخي مثلا كليه الاقتصاد فيها قسم اللي هو قسم الدراسات الاجتماعيه، ليه ما يكون مثلا قسم الدراسات الاجتماعيه ودراسات التعاونيه؟ يعني احنا نخلي التعاون ده ملصوق مع اكثر ساينس ممكن يخدمه، عشان نحن ما نخلي الخريج ده مارق بس اتجاهه تعاون، ممكن يكون هو زول بتاع الاقتصاد، يكون كده ماخذ الشقين، شق التعاون والشق الاقتصادي، وكده بيكون مفيد اكثر للتعاون. الى حين خلق يعني مجالات تعاونيه تستوعب خريجين التعاون. ده في رايي يعني. لانه هسه الليله لو جيت فتحت اي معهد او اي حته اكاديميه عشان انا اخرج منها تعاونيين، حيقول لي والله ها طيب انا حاقدر اتعاون عشان اشتغل وين؟ هو ده واقع برضه الناس تعاين له يعني. لكن من الضروري جدا انه الناس تمشي في الاتجاه ده. فانا داير راي سعاده المستشار في الموضوع ده، انه 200 احنا ممكن نبدا انجيج التعاون في المساله الاكاديميه، ودي حاجه مهمه وانا عجبت بالفكره دي جدا جدا، وفعلا يعني حاجه اوت ستاندينج انه الناس تفكر في الاتجاه ده. المحور الثاني اللي انا عايز اقوله هو صراحه ما سؤال او ما هو اكزامبل لجمعيه اسمها منتجون. الجمعيه دي انا عضو فيها في مزارع المرخيات، عندنا مجموعه مزارع، يعني الجمعيه دي في منطقه المرخيات في ام درمان. انا اقول لك انه الجمعيه دي ممكن يكون فيها ما اقل من 600 ل 700 عضو ممتلكين لمزارع. الجمعيه دي انتجت اسست لها تقريبا سنه، وللاسف الجمعيه دي ما قادره تحقق ولا واحد من الاهداف بتاعتها، في حين انه الجمعيه دي لو مسكت المنتجين اللي فيها فرد يعني كده فرادي كل واحد براو، تلقى انه الواحد خلال السنه بينتج انتاجيات ضخمه جدا. لليله الاعضاء بتاع يعني الجمعيه بيعانوا من مساله السماسه، بيمشوا بيبيعوا في السوق، ما قادرين يعملوا طريقه بتاع التسويق. انا ما بنسى الكلام ده كله اشارات لشنو؟ اشارات لفعلا خطوره عدم الوعي وعدم التدريب بالنسبه للتعاونيين يعني.
يعني جمعيه تعاونيه منتجه، اي واحد من الناس ديل صارف على مزرعته مليارات، وهو مشروع مطري طبعا المرخيات، حافر بير منزل فيها طرمبه مطلع مويه سواء بالكهرباء او بالديزل، صارف على صرف خيالي بينتج منتجاته ما بيقدر يسوقها. حتى مساله التسويق اللي هي ابسط حاجه ممكن تقوم بها الجمعيه التعاونيه، بنلقى انه والله ما الجمعيه ما قادره تسوق لاعضائها. السبب الاساسي هو عدم الدرايه وعدم التدريب. يعني انا ما بطعم في مجلس الاداره، هم والله مجتهدين جدا، هم ما تعاونين وقاموا بالمجهود بتاع انه يعملوا جمعيه تعاونيه، لكن فاقدين البوصله، ما عارفين انه هاو دو انه يحققوا اهداف الجمعيه. اضرب مثال بسيط جدا، جوا الجمعيه دي كان في مشكلتين، مشكله الامن في المنطقه، في مشكله امنيه كبيره جدا، سرقات ونهب وفي ضرب حصل وفي يعني في تعديات كثيره، وكانت واحده من اهداف الجمعيه استقرار الوضع الامني، ولحد هسه ما قادرين الناس يحققوا حاجه في موضوع. لكن الحاجه الاكبر الوضع الامني، اوكي ممكن الناس بهنا بهنا تتصرف فيه. الحاجه اللي انا مزعلاني جدا والناس ما قدرت تحققها، كان واحده من اهداف الجمعيه انه نعمل مصدر للطاقه. في الاول طرحت فكره الطاقه الشمسيه، انه يكون في مشروع طاقه شمسيه كبير جدا يغذي المزارع، ومتبقي الطاقه يتباع للمنطقه اسمها منطقه السبلوقه الزراعيه اللي هي مجاوره للمشروع الزراعي. وبعد ذاك الموضوع يتطور، لانه في واحد من اصحاب المزارع جاب مقترح لانه الناس تعمل مروحه هوائيه لانتاج الكهرباء. صراحه انا المشروع ده بالنسبه لي كان ده مش حيكون نموذج، ده كان حيكون يعني حتى كده ده الاجنيتر الاساسي ممكن يشعل فكره الطاقه البديله في السودان يعني. وعجبت بالفكره جدا، لكن الفكره ماتت ليه؟ الناس فاقده الكونكشنز مع الجهات العالميه التعاونيه العالميه الممكن تساعدهم في قيام الحاجه دي. انا ما بقصد بس تساعدهم ماليا، لانه احنا زي ما قال سعد المستشار التعاوني ده ما يقعد يستنى الناس يجيبوا له الحلول ويجيبوا لي ويسووا لي، لا، على الاقل الجهات الممكن تديهم دراسات متكامله توريهم كيفيه تنفيذ المشروع. المشروع بتاع الطاقه ده فشل او يعني مات تماما، حتى النقاش فيه وصل مراحل كده بقى ممل، لانه ما فيه اي خطوه قاعد تتقدم صراحه، ما في خطوه بتتقدم، لانه الناس القائمين على امر الجمعيه ما عندهم النوها، ما في، فما عارفين يبدوا الموضوع ده من وين، يقنعوا بالناس كيف، ينفذوه كيف. فالكلام اللي انا بقول فيه ده يعني ده كله في اطار التوعيه وخطوره عدم نعم. التوعيه وخطوره عدم التوعيه نعم نعم بالنسبه للموضوع الاول، اصلا التركيز ما على تخريج تعاونين، التركيز على نشر الوعي والثقافة التعاونية الحقيقية اللي هي دي في شكل مادة تكون ضمن المنهج بتاع كليات الاقتصاد والاجتماع والدراسات العليا وكده، اللي هي أنه الطلبة الجامعيين اللي بيتخرجوا من الكليات دي يكون عندهم المعرفة والوعي الكافي اللي ممكن يؤثروا به في المجتمع. في اتجاه تاني، لأنه الناس اللي بيعملوا دبلومات يكون مطروح لهم برضو أنه ممكن يعمل أوبشن أنه يعملوا دبلوم في التعاون، أو يعملوا ماجستير في التعاون، أو يعملوا دكتوراه في التعاون، ده مطروح. في المرحلة إحنا ما بنحتاج لجامعة، ولكن إحنا بنحتاج لجهات تنشر الوعي والثقافة التعاونية الحقيقية والمعرفة التعاونية، واللي هي دي كان بيعملها المركز القومي للتنمية والتدريب التعاوني، لكن من 89 دوره انتهى، هو اتضعضع من يعني من 87 88 ابتدى يتضعضع، لكن في 89 بعد الانغاز يعني دوره بقى انتهى يعني كتدريب وتوعية وتصغيف تعاوني. فدي في المسألة بتاعت المسألة الأولى. المسألة الثانية بس ببساطة، لأنه الجمعية بتاعتكم اللي اتكلمت عنها دي ما عملت بالقاعدة السحرية عدوا التعاونيين قبل إنشاء وإعداد التعاونيات، لأنه المجموعة دي تكنيكال فنيا مؤهلين جدا، وعندهم خبرة وعندهم تجربة وعندهم رأس مال وعندهم كل الحياة، لكن هم اختاروا النشاط ده يدار عبر التعاونية.
دي الإشكالية، والتعاونية دي ما في يعني المعرفة فيها ضعيفة جدا، ولذلك أنا بنصح أنه هسه ما فات شيء، دي ذاتها ما دي ما معرفة ذاتها، يعني هسه التجربة بتاعتكم بتاعت السنة دي معرفة كبيرة جدا. أنا بقترح أنه أنتوا تتحصلوا على قانون التعاون اللي سجلتوا به، وأنا برسل لك لائحة داخلية عملناها نموذجية، برسلها لك تعملوا إعادة للائحة الداخلية بتاعتكم وتدرسوا القانون دراسة مستفيضة، وفي قواعد قانون التعاون بتحتاجوا برضو تعرفوها، دي المرجعية التعاونية اللي انتوا شغالين تحت القانونية، وتدخل الموقع بتاع الحلف التعاون الدولي، تعمل سيرش في جوجل لكل ما يتعلق بالتعاون والتعاونيات والشراكات وكده، وتبدو بداية جديدة ويكون فيها بلان لسنة انتوا بالتحديد في السنة عايزين تعملوا شنو، ويكون في حلم بتاع 5 سنين، بعد 5 سنين انتوا دارين تصلوا وين، وهتشتغلوا على الحكاية دي. انا متأكد الصورة هتختلف وهتتغير، وده المطلوب، يعني دي الحاجة اللي احنا هسه ساعين انه التعاونيات تعمل بيها، يعني الناس المواطنين اللي بيكونوا الجمعية التعاونية لازم يكون عندهم الحد الأدنى من المعرفة بالكونسبت، بالقيم والمبادئ والأسس والإدارة والفايد والرأس المال وتكوينه وتوزيعه والحياة دي كلها، ثم المعرفة بقانون التعاون، وبعد ذلك لازم يكون عندهم لائحة داخلية يضعوها هم المواطنين قبل ما يسجلوا كجمعية تعاونية، وبعد كده يكون عندهم بلان. ولذلك إذا هم في حاجة ما بيعرفوها أحسن يجيبوا زول بيعرف، يعني إذا دارين يضعوا خطة وعندهم هم الخطة دي في رأسهم لكن ما قادرين ينزلوها في بروبوزل أو في دراسة جدوى، يجيبوا زول يدوق روش يعمل حاجة مكربة علمية، لأنه ده كله بتختلك في البروفايل بتاعك. لما تكون عندك مشروع محتاج لجهة تشاركك هتقول لك اديني البروفايل بتاعك. أيوة. انت اتكونت متين، الفكرة بدت بشنو، اذا اي جهة عالمية شمت ريحة حكومة داخلة بالحاجة دي انت ممكن تفقد، لانهم هم ما عايزين يدعموا الحكومة، هم عايزين يتعاونوا ويتشاركوا مع المواطنين عبر التعاونية. اذا في اي شبهة زور رأس مالي اداكم ولا عمدة ولا وزير ولا معتمد ولا كده سهل لكم اداكم وكده حاجة غير القانون، برضو بتفقد الصورة. فالبروفايل ده لازم الجمعية تعمل بروفايل، تعمل سي في، وتشتغل تحقق من 10 أهداف إن شاء الله هدف واحد في السنتين الأوائل. ده يفتح الباب لقدام وبيخلي الجمعية التعاونية جسم قانوني إداري اقتصادي اجتماعي تعاوني في إطار المنظومة التعاونية العالمية، ده اللي بيودينا قدام، غير كده ما في طريقة أصلا. وقادرين على القصة دي ونتواصل مع بعض، يعني ممكن برضو يتواصل معي ونتكلم في الحكاية دي أكثر. شكرا جزيلا صراحة. والله شكرا. أنا والله صراحة بس لأنه صراحة الجمعية دي بإمكانيات الإنتاجية الموجودة فيها وقربها من العاصمة، يعني نحن نتكلم عن جمعية إنتاجية ضخمة جدا، وهي على هنا يعني كلها في الكيلو 8 الكيلو 10 الكيلو 12 هنا في شارع الشمال، يعني نتواصل إن شاء الله والإنتاج عالي. لا نتواصل وإن شاء الله حيكون في يكون فيها شغل أحسن بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله تبقى جمعية نموذجية إن شاء الله بإذن الله. ولازم تعكسوا لنا مصطفى الفكرة بتاعتكم دي، لازم تعكسوها لنا هنا في مبادرة الباحثين السودانيين يعني. طيب يا جماعه احنا بنقترب من الخواتيم الونسه، والونسه جميله جدا واستفدنا منها يعني فوائد ما عاديه يعني. فعندنا في ايمي الفاضل، تفضلي. مرحبا. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بك، مساء الخير عليكم ورمضان كريم. الله اكرم. كيف سعادة المستشار محمد الفاتح؟ والله بخير وعافية إن شاء الله، أنتم كلكم طيبين. الحمد لله بخير. الحمد لله. مرحبا. أنا انبسطت شديد يعني من لما لقيت الدعوة واللينك بتاع اللايف،
لأنه الموضوع بجد يعني مهم بالنسبة لي، وأنا ما كنت عارفه هو مهم للدرجة دي إلا لما أثناء النقاش وأنا قاعد أسمع يعني كده. فده النوع ده من النشاط يمكن هو مهم جدا في الفترة دي، يعني خاصة أنا لاحظتها يعني على مستوى الشباب يعني إنه في جهود، الشباب عايز يخدم، عايز يقدم، في جهود كثيرة وكبيرة، في طاقة بتاعت شباب هائلة، تمام؟ بس هنا المشكلة إنها مبعثرة، تمام؟ بالضبط. أنت متابعني يا محمد؟ متابعك تماما، متابعك تمام. يلا هسي ده واحد من الجهود اللي أنا بشوفها يمكن تكون جيدة، لكن يعني بشكل فردي. نعم. تقول إذا أنت عايز تمشي بعيد أمشي براك، لو عايز تمشي لمسافة طويلة أمشي قطار. نعم نعم. فالموقف ده بيمثلنا تماما. بالضبط بالضبط كده. الله يكرمك. نعم. الله يبارك فيك. الله طيب يسلمك. شكرا. أنا بس معلش لو سمحت لي. تفضلي. سامعك تفضلي. شنو احنا لاحظنا الحاجه دي، يعني لاحظنا الطاقات دي ولاحظنا يعني كميه الغيره تجاه المواطن وتجاه الوطن اللي احنا فيه ودايرين نخدم ودايرين نقدم. لاحظنا الحاجه دي في المبادرات اللي قاعد تقام على اساس انه تسد الفجوه اللي ما قادره تغطيها الحكومه كمبادره شارع الحوادث وبتاعت المواصلات، كان فتره وصلني معاك دي كل ويلا نقرا دي كلها مبادرات قاعد تقوم من شباب إنها تسد بها حوجة، إنها تساعد بها، لكن إنتوا قبال في نقطة مهمة جدا، يعني ناقصنا، يعني بتنقصنا المعرفة الكافية، بتنقصنا يعني التوجيه، بنقصنا حاجات علمية معرفية، يعني دي حاجة ملاحظة يعني في الوسط كله. بالضبط كده. ذكر الأستاذ مصطفى وأي مصطفى أمبابي في المثل بتاعه بتاع المشروع بتاع المرخيات ده، كل مش انه نحن كشباب بتنقصنا انه نحن نعمل بشكل جمعي مع بعض عشان الحاجه دي الاستفاده بتاعتها تكون يعني بشكل اكبر للمواطن وللسودان. برضو في حلقات موجوده بين الجمعيات او ما بين أي الأجسام الخدمية، في حلقة وصلي مفقودة بيناتهم. يعني مثلا نعم. بتاع المرخيات ده، أنا من خلال تناول أستاذ مصطفى وسرده إنه في حلقة مفقودة، إذا هو في جهة أنتجت تمام، إذا في جهة تانية تولت موضوع التسويق والترويج والبيع، يعني دي كده بيكون بشكل متكامل. فالكلام ده كله مندور انه ما في طاقه، لكن ما في معرفه كافيه عشان ندير بها الحاجات هسه هي شغاله. المعرفه ناقصه والتنظيم ضعيف. الله يكرمك. نعم نعم. وده كله سهل، ده بسيط جدا، وكل يوم الدائره الضيقه دي اللي هي فيها الضعف في المعرفه وضعف في التنظيم، كل يوم ماشيه تتسع دائرة المعرفة وتجويد التنظيم، تمشي متزعة لحد مدعوم وتحصل القلبة. ده أصله ماشي يعني ال 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 الوعي بيجي بطريقتين، يعني بيجي يهو بناس يكون قلوبهم على البلد ويوظفوا نفسهم لربع المعرفة، ربع الوعي وإتاحة المعرفة بقدر الإمكان، أو التجربة المريرة بتعلم. يعني الشعب السوداني التجربة المريرة بتاعت الإنغاز علمته أن الحرية دي عندها ثمن، الزول ما بيقعد الحرية بتاعته بتجيو، عشان كده ثمن الحرية في 19 ديسمبر كان غالي جدا، ولذلك لحد الآن الثورة مستمرة ومشتعلة والشباب عاضين عليها بالنواجذ لأنه امتلكوا حريتهم. فالقصة الأساسية في الوعي والمعرفة، وبعدين معاها التنظيم، وده الفقدوه ناس مبابي، ودي عملية بتتعالج سريع.
وانتو كشباب وبالذات كشابات المعرفه متاحه لكم بصوره كبيره، ونملككم كل مفاتيحها تفتحوا الابواب وتدخلوا على عالم ضخم من المعرفه، وعندكم المقدره انه تختاروا منه ما يتناسب مع واقعنا وتوظفوه لتغيير الواقع ده للافضل والاحسن، وانتم تبقوا غادتوا في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله. ودي واحده نحن من الحاجات هنا اللي عاملينها في مبادره الباحثين السودانيين، اللي هي تمليك او فتح النوافذ بتاعت المعرفه. يعني احنا لما نجيب يعني شخصيه كشخصيه مستشار العتيبي، نجيب ناس زي بروف معيز، بروف علام، الشباب احمد داوود، دكتور انور، هيثم الكاشف، كلهم لما نجيبه يا جماعه احنا دايرين انه المعرفه دي تنتشر، انه الناس والله لانه الساعه الليل اللايف بتاعنا ده حيكون محفوظ في الفيسبوك، حيكون حنرفع في اليوتيوب، ده كله نحن عشان نقدر نحاول. انا ما بقول عشان انه نرفع الوعي، لكن نحن دي محاولات مننا عشان نرفع الوعي ونفتح الافاق بتاعت انه الناس تمشي تفتش للمعرفه. سعاده المستشار، يعني ساعتين وعشر دقائق زمن طويل جدا نحن خدتنك، يعني والدنيا رمضان وكده، فكلمه اخيره يعني قبل ما نودعك. كلمة أخيرة، الحرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، ودائما والثورة مستمرة 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 ومشتعلة، وحرية سلام وعدالة والتعاونيات خيار وقرار الشعب، ولذلك لازم نجتهد لتوفير المعلومات والمعرفة الكافية للمواطن السوداني حتى أنه يكون عنده التعاونيات خيار من الخيارات المطروحة للتغيير. ده الواجب، وأنا متأكد أنه الشعب السوداني إذا توفرت له المعرفة الكافية حيختار التعاونيات، لأنها دي حياته، العمل التعاوني والنشاط التعاوني والتضامني ونكران الذات والعمل من أجل الآخرين ونبز الأنانية وتقديم النفس، تقديم الآخرين على النفس، كل زول داري يقدم الآخرين على نفسه، ده ديدن الشعب السوداني. فالتعاونيات هي خيار الشعب، وهي من الآليات المهمة جدا اللي حتحدث التغيير الكبير والأساسي للسودان الجديد اللي حيتقدم. بناتنا وأولادنا حيقدمون نموذج قوي يقود العالم، دي ما عندي فيها شك. شكرا جزيلا. الله يديك العافية. شكرا شكرا مصطفى، شكرا لوسي، شكرا إيمي، وكل الناس اللي داخلوا معانا في الفيسبوك وفي الزوم. يعني حاجة جميلة والله إنه الناس تجتمع كلها مع بعض وتتبادل الخبرات دي. فشكرا لك سعادة المستشار، وأكيد إن شاء الله بكون عندنا تواصل وبكون عندنا ترتيب أكيد. للتدريب نحن الزول اللي بيجينا في ونسة تاني ما منفكوا يعني طوالي بنقعد. لا أنا معاكم، فيديك العافية يعني. ما بخليكم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك كثير، وشكرا لكم شكرا يا جماعة. لكم ونلتقي إن شاء الله في يعني في حلقة جديدة من حلقات ونس إن شاء الله، وهي البحث عن المعرفة ونشرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. شكرا.